مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. اليوم عشنا يوما من أيام التنمية والمشروعات العملاقة. جايز لما أنت بتشوف ده على الشاشة يختلف عن لما بتشوفه على الطبيعة. على الطبيعة بتلاقي أن بيتم افتتاح عدد كبير من المشروعات، هنكلمكم عنها بإيجاز سريع. لكن كمان شوفوا دايما لما يبقى الحديث أمام قناة السويس تحديدا، ودايما هتلاحظوا أنه الرئيس السيسي حينما يتحدث أمام قناة السويس دايما هتلاقوا فيه الكلمات ما يعبر عن استقلالنا الوطني، وما يعبر عن هو في تهديدات يمكن أن تلحق بنا، في مخاوف يمكن أن تواجهنا، على اعتبار أن قناة السويس كانت وما زالت حصنا للأمان وللتنمية. للأمان لأن قناة السويس عبورها كان مفتاح النصر، وأيضا هي المطمعة، وكمان قناة السويس اختلطت فيها المية بالدماء لتحرير سيناء ولتحقيق الانتصار. قناة السويس كمان هي واحدة من أهم مصادر الدخل في مصر، وحتى لما بتنخفض حركة التجارة بتظل قناة السويس إلى حد ما تحافظ على أنها مصدر أساسي للدخل. عشان كده هتلاقوا في كلمة الرئيس السيسي اليوم ما يتعلق بالتنمية، وما يتعلق أيضا بالتهديدات التي يمكن أن توجه لنا، سواء بقى إرهاب أو تهديدات خارجية. اللي انتوا شايفينه ده الأنفاق اللي سينا لما بتتكلم عن إزاي تواجه الإرهاب، فنقول نواجهه بالتنمية، بتواجهه أيضا بالقوات المسلحة وبالشرطة وبالعمليات الأمنية اللي بتتم، لكن كمان مواجهة الإرهاب بتكون بالتنمية. التنمية علشان تتم بتحتاج إلى وسائل ربط وتوصيل ونقل وانتقال، يعني لأنه لا قيمة لأي تنمية بدون الأنفاق والكباري اللي بتوصل المناطق بعضها ببعض، لأنها لو معزولة أو أجزاء متناثرة يبقى مش هيبقى فيه تنمية. هتنقل إيه وتنتقل إزاي وكيف يمكن أن يتم نقل البضائع، أو هيبقى حركة التجارة إزاي. والكوبري العائم اللي انت شايفينه ده بيتم تفكيكه في 3 دقايق، من 3 دقايق ل4 دقايق. هو كمان من المشروعات اللي تم افتتاحها اليوم بالإضافة للأنفاق والمزارع السمكية. زي ما بقول لكم لما بيكون ده أمام قناة السويس تحديدا ويتعلق بسينا كمان تحديدا وبالتنمية في سيناء، بتكتسب القضية أبعادا أهم، فيها بعد اقتصادي وفيها بعد أمني وفيها بعد سياسي وفيها بعد نفسي واجتماعي ومعيشي. علشان كده اللي تم اليوم من افتتاح هذه المشروعات ما تتعاملوش معها لأنها مشروعات اقتصادية أو متعلقة بالتنمية الاقتصادية فقط، لا، ده كمان متعلقة بالعامل النفسي والاجتماعي والمعيشي، ازاي انك انت بتقضي على كل الموانع والمعوقات اللي كانت دايما بتحول دون تنمية سيناء. اهو زي ما انتم شايفين دي الانفاق اللي احنا كنا سجلنا فيها حلقة من قبل لما كان المشروع لسه في بداياته، ولما تم الانتهاء منه طبعا الرئيس السيسي قال ده كان محتاج على الاقل 12 سنه، يعني عده سنوات، لكن تم انجازه بهذه السرعه الكبيره علشان التنميه لا تنتظر. اعتقد انه بعد هذه المشروعات هيبقى فيه ما هو بعدها من عمليات ومشروعات تنميه في سيناء، بالإضافة إلى المشروع العملاق اللي تحدث عنه الرئيس اليوم، تخطيط عمراني شامل في كل محافظات مصر، وده يعني حتى مع تكلفته العالية اللي تحدث عنها الرئيس 100 مليار، لكن العائد الاقتصادي والنفسي والمعيشي كمان المتعلق بيه والاجتماعي هو أكثر بكثير. تعال نشوف الكلام اللي قاله الرئيس السيسي عن مواجهة القوات المسلحة للإرهاب في سيناء. لما بيتكلم عن تنمية
لكن كمان لازم يبقى فيه المواجهة الأمنية بتكون مستمرة. ليه ما تخافوش؟ وتعبير قاله النهاردة، لأن كان فيه في الأيام القليلة الماضية ممكن تكون فيه بعض الأحداث العاصفة الكثيرة، يعني منها البعض ممكن يقول هو التهديد الأمريكي للدول اللي هتصوت لصالح أو ضد خطوة الولايات المتحدة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية للقدس، اللي هو التصويت اللي شاهدناه جميعا في الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم المشروع المصري اللي تم تقديمه، على اعتبار أن مصر هي ممثلة الدول العربية في مجلس الأمن الآن. هل هذا التهديد يعني ده جزء كمان من المخاوف؟ هل ده ممكن انه يعني تهديد يتعلق بالمساعدات او حتى بالموقف الامريكي؟ وممكن يكون التهديدات المتعلقه بالعمليات الارهابيه في سيناء الحادثه الاخيره، وهي حادثه غير مسبوقه، يعني انه يتم استهداف مطار العريش بهذا الشكل وفي توقيت يعني تزامن مع وجود وزيري الدفاع والداخلية. وبالتالي هنا كمان في مخاوف تانية متعلقة بالقلق اللي حاصل في المنطقة كلها بسبب قضية القدس، وأيضا المخاوف التانية المتعلقة بتهديدات هنا وهناك. وبالتالي هنا التعبير اللي قاله الرئيس السيسي ما تخافوش، وإن هو ما بيخافش من أي تهديد خارجي، إنما اللي يخوف هو انه التماسك الداخلي يضعف. تعال نشوف اولا الحديث عن مواجهة الارهاب بالعنف وبالقوة. سينا أرضنا، وسينا إحنا عشان بس الناس اللي تبقى قلقانة، لا، القوات المسلحة ستقوم بكل العنف، بكل العنف. أيوة بكل العنف، ولازم بفضل الله سبحانه وتعالى نضع حد للإرهاب اللي موجود فيه. احنا نموت كلنا، ولأن حد يقرب من أرضنا. بقوله كمان عن اي تهديدات خارجيه لما بتكون يعني الافتتاح ده زي ما بقول لكم تاني قدام قناه السويس، وهي عنوان التنميه في مصر وعنوان الامن ايضا. حينما نستهدف بنستهدف في قناه السويس. لما يكون هذا الكلام امام قناه السويس تحديدا، فهيبقى في الاهميه في انه في تهديدات. هل في تهديدات تحيط بمصر؟ في تهديدات خارجيه كثيره، والرئيس ربطها باللي حصل خلال الايام القليله الماضيه، ما حددش يعني، لكن زي ما قلت لكم هي مجمل هذه الاحداث. ما يعني هل في تغير في الموقف الامريكي؟ البعض قاعد يتكلم عن اصل الولايات المتحده الامريكيه يمكن ان تهدد بقطع المساعدات، وهي هددت بالفعل، وهقول لكم بعد كده مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة قالت إيه. تعالوا نشوف أولا الكلام على أن ما نخافش من أي تهديدات خارجية. اللي يخوفنا هو أن الجبهة الداخلية يحدث فيها ضعف. ما فيش أي تهديد خارجي تخافوا منه. أنا بقول لكل المصريين اللي سامعيني، وأنا كلامي قليل، مفيش تهديد خارجي تخافوا منه. أنا ما بخافش غير حاجة واحدة، منكم أنتم يا مصريين. طول ما أنتم كده، ولا حد أبدا بفضل الله هيقدر علينا. ابقوا كده بس، وإحنا نتحدى الدنيا كلها.
اللي حصل في الأمم المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، طبعا احنا لجأنا لمجلس الأمن، ومجلس الأمن فيه زي ما قلنا قبل كده 5 دول بتملك ما يسمى بحق النقض أو الفيتو، إنها تبطل أي قرار، والولايات المتحدة الأمريكية تفعل ذلك كثيرا فيما يتعلق بإسرائيل تحديدا. بعد مجلس الأمن خلاص الولايات المتحدة الأمريكية أحبطت الخطوة. صحيح كان المشروع المصري فاضحا كاشفا، لأن في 14 دولة أيدت هذا المشروع المصري، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في جانب هي فقط، وكل أعضاء الدول الأعضاء في مجلس الأمن في جانب آخر. كان لازم تذهب بعد كده للجمعية العامة للأمم المتحدة، في كلام كمان انك لابد ان تذهب الى محكمة العدل الدولية، ولا تتوقف في النضال السلمي والقانوني، لانه ببساطة شديدة ما فيش عندك اسلحة تاني. في الجمعية العامة للأمم المتحدة الحقيقة كانت كلمة المندوبة الامريكية يعني لا يمكن ابدا انها تصدر من دولة، تطلع من عصابة اللي هي بنهددكم، احنا هنكتب اسماء الدول اللي هتصوت مع المشروع المصري، وبقى يعني ايه المساعدات التي نمنحها لهذه الدول. طبعا تلويح، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية عايزة تقول يعني نحن لا نعطي إلا لمن نرضى عنه يعني. لا، موقف مصر وربما يعني بعض الدول التانية تحدد مواقفها. مصر لما تلقت هذه المساعدات تلقتها في إطار اتفاقية سلام مع إسرائيل، على اعتبار أن كان تشجيعا لعملية السلام، فهذه المعونات تم، والمعونات كمان مرتبطة بمصالح أمريكية يعني، وفيها مجموعة من الشروط المرتبطة بمصالح اقتصادية أمريكية. في كل الأحوال مش هي القضية، القضية هل يمكن أن مصر تبدل موقفها للتلويح بمساعدات؟ هتلاقي الناس على طول أول من يقول مش عاوزين المساعدات الأمريكية، وبدأ حتى بعض الصحف تكتب أنه ربما تكون مصر والأردن هي الأكثر استهدافا في البداية يعني من هذا التهديد. كمان كلمة المندوب الإسرائيلي كانت في منتهى الوقاحة، ليس جديدا يعني أنه يصف كل دول العالم بأنها دمية يعني لعبة في أو عروسة في إيد الفلسطينيين يعني في ايد الفلسطينيين بهذا الشكل يعني، وان بيتم التلاعب بيهم وابتزازهم. ونتنياهو يصف الامم المتحده بانها مجلس الاكاذيب يعني. كل ده كان كاشفا وفاضحا في الجمعيه العامه للامم المتحده، على الاقل الخطوه اللي قامت بها مصر ومعاها الدول العربية والإسلامية ومعظم دول العالم أيضا اللي أيدت هذا القرار. لكن كلام المندوبة الأمريكية فيه يحتاج إلى وقفة، وتقعد تشوف بقى طيب تفكير الـ دونالد ترامب فيما هو قادم إيه. صحيح يعني مصر كان في علاقة وثيقة مع ترامب، لكن هل ده معناه أنها تأتي على حساب استقلالنا الوطني أو استقلال القرار المصري؟ ده كان الرد في مجلس الأمن. تعالوا نشوف كمان بسرعة قبل ما ننتقل للقضايا المختلفة. الجميع بيتحدث عن عهد التميمي، وإحنا هنجيب وليده على التليفون. عهد التميمي مفيش شك إنها تحولت إلى رمز كمان للكرامة ومواجهة الاحتلال، بنت ربما فضحت رجولة الكثيرين يعني، بعض الذين يعني يتخذون مواقف بالكلام فقط، أو حتى يدقوا الأسفين بين الدول بعضها وبعض ويشعلوا الفتن ويقدموا أنفسهم على أنهم يعني يناضلون أو يخدمون القضية الفلسطينية. يعني شوفوا عهد بنت لكن قدمت موقفا تداوله العالم كله، ولا يمكن أبدا أنه يبتعد عن أي ذاكرة، وتشعر أن الصفعات التي توجهها أو التي وجهتها من خلال الفيديو عهد للجنديين الإسرائيليين
هي أيضا بمثابة صفعات لكل من يحاول أن يمزق الصفوف من جديد، وتقعد بقى تشوف الفلسطينيين الذين ينقسمون، يعني هل يمكن أن يحدث انقسام بعد موقف من هذا النوع؟ وهل كمان الكلام والابتزاز ورفع الشعارات اللي البعض يكتفي فقط بالكلام بنت لكن قدمت نموذجا لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي بأنك تواجهه بكرامة شديدة؟ تعالوا نشوف قصة عهد وبعدها نتحدث مع والدها. رغم صغر سنها تصدرت المشهد الإعلامي كمناضلة فلسطينية بعد اعتقالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من ليلة 18 من ديسمبر في قرية النبي صالح قرب مدينة رام الله المحتلة. عهد التميمي ذات 14 عاما برزت إعلاميا منذ الطفولة حين خطفت أنظار العالم بتحديها للجنود الإسرائيليين الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان. ولم تكتفي سلطات الاحتلال باعتقالها، بل قامت بإلقاء القبض على والدتها حين كانت في طريقها لمعرفة وضع ابنتها المعتقلة، كما لحقت بها ابنة عمها. اعتقال عهد كان على خلفية لقطات مصورة تداولتها وسائل الإعلام وهي تطرد جنودا إسرائيليين من أمام منزلها وقيامها بصفع جنديين من قوات الاحتلال. ولأنها ورثت الوطنية والنضال من أسرتها، أكد والدها الذي سجن لأكثر من مرة عدة سنوات، أكد احترامه لتضامن المحامين العرب مع قضية ابنته، لكنه لن يقبل دفاع أحد عنها حتى لا يعطي شرعية للقضاء الإسرائيلي. لغاية بس ما نبقى نكلم والدها نشوف التحقيقات معاها إلى أين وصلت. كمان في عدد كبير من المحامين أبدوا استعدادهم للدفاع عنها، لكن موقف الأسرة مختلف، يعني عندهم موقف كده بأنك لا يجب أن تعطي شرعية للقضاء الإسرائيلي. تعالوا نشوف في شكوى من عدد كبير من الناس متعلقة، صحيح في إنجاز كبير يتعلق بالكهرباء، لكن كمان في إحساس عند الكثيرين بأن الفواتير ترتفع بشكل عشوائي وبشكل كبير، وده يعني يتطلب بقى إن هنا الناس تحقق في شكاوى المواطنين وتحقق فيها بجدية، يعني هي مش متعلقة بمنطقة أو اتنين أو تلاتة، لا، في شكاوى في أكثر من محافظة وأكثر من منطقة تتعلق بارتفاع فواتير الكهرباء تحديدا. رغم نفي الحكومة لما تردد من تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، ما زالت شكاوى المواطنين تتوالى، أحيانا من قيمة الاستهلاك المبالغ فيها، وأحيانا أخرى مما يصفونه بعدم دقة كشاف الكهرباء والفواتير العشوائية. شهر 10 جالي 540 جنيه، في حين ان انا قاعد في شقه 75 متر، وطلبت من شركه الكهرباء اداره الكهرباء ان يجوا يعملوا حصر عندي يشوفوا استهلاكي ايه بالظبط، يعني على الطبيعه. يعني انا قاعد في شقه 75 متر، معدل الاستهلاك عندي 5 كيلومتر فور سنت، وعندي التلفزيون والثلاجه والغساله بس، يعني هنعيش من غير ثلاجات وغسالات؟ يعني عندي مشكله العداد جوه البيت، احنا ما بكونش في البيت فبياخدوها بشكل جزافي، كانت بتيجي مغالى فيها، لولا ان انا رحت كانت هتفضل لحد دلوقتي مغالى فيها ماشي زي ما بيقولوا ايه، ماشي على قديم، وانت بتستهلك مش عارف ب 100 150 او ب 200 هنمشيها لك كده، لا، دائرات العداد بتقول كده، ما ينفعش انك تحاسبني على اي كلام. يعني الشهر ده جاي لي 120 جنيه ولا وكاتبين عليها زباله وضريبه، ولا في زباله حد بيجي ياخد زباله ولا اي حاجه، ولا في تكييف ولا في اي حاجه عشان نقول الفاتوره جايه عاليه. هو مش الشهر ده بس، هو الشهر ده يعني عالي جدا، واللي قبليه واللي قبليه، ومفيش محصل بيجي، ولما بنسأل ما بيجيش ليه ممكن يجي كل شهرين، يقولك لو انت مستعجلة خدي القراية وديها لإيه للمحصل. مشكلتي ان انا عندنا عقار في الويلي في تبع الزاوية الحمراء وكده، المشكلة ان احنا العقار ده مقفول بقاله يعني 8 سنة،
كل شهر بيجي عليه يعني فاتوره الكهرباء على الاقل مثلا بال 1000 جنيه و 400 500 جنيه. باخد معاشي 1600 جنيه. اما تجيني فاتوره الكهرباء ادفع في الشهر 190 جنيه فدي عاليه جدا، رغم ان انا احنا في الشتاء ومفيش استهلاك اجهزه. ازاي يجيني 190 جنيه؟ انا بقالي سنه دلوقتي محدش خبط على بابي قال لي فاتوره كهرباء. طيب انا اعمل ايه؟ حاطين العداد الجديد ده، العداد الجديد ده ما بعرفش قرايته، وطلبت من رحت الاداره وقلت لهم لو سمحتوا حد يجي يشوف عليا كهرباء قد ايه. انا بقالي دلوقتي سنه، فدلوقتي حاسس بهم، مجرد ان انا هبص الاقي مثلا هيقول لي عليك 3000 جنيه، عليك 2000 جنيه. طب ليه كل شهرين 400 جنيه؟ هو بقى تبقى بيجي لي كل 3 شهور بيقول لي انت ما عادش ليه الايام اللي فاتت انت عليك محضر. طب انت ما جيتليش ليه عشان ادفع لك؟ جالنا الشهر اللي فات، اللي قبليه جه كشاف، اللي بعديه ما جاش كشاف، جه اغلى من اللي جه في كشاف. انا عندي عداد مظبوط في المحل بيشغل الاناره، عندي مكنه اللي بتشغل المعصره فقط لا غير، كل شهر 3700. انا ببيع الكوبايه ب 2 جنيه، دي منطقه زي ما انت شايفه كلها ناس صناعيه وكده، مش اكتر من كده. اقسم بالله اللي بدفعه للكهرباء ما تجيبه المكنه ببضاعتها. بدفع 6435 جنيه وصل كهرباء اهو، مش لا رحت الشركه ولا سالتهم قالوا نيجي نشيل عداد ونركب لك عداد بكارت. يا دوبك ادفع شهر 7 والاقي شهر 8 يجي لي 10000 جنيه، ولما خدت الوصل ورحت الكهرباء عشان اعمل شكوى الضابط قال لي لا هتدفعيهم. طب اعملي تظلم، عملت تظلم، في الاخر اروح بعد التظلم الاقي الورق اتحول للنيابه واتعملت قضيه. سوبر ماركت يدفع له 5000 جنيه كهرباء، ومهما توفري مهما توفري فماني في الكهرباء ما تشغليش الا بالليل، تحاولي تعملي اي حاجه توفيره وكلام من ده. هي زي ما أقول لكم هي حياة المواطن هي شوية فواتير، حياته شوية فواتير يعني، ومنها فاتورة الكهرباء تحديدا هي يعني ربما بتكون العبء الأكبر الآن. لا يجب أن نتعامل مع شكاوى المواطنين بهذا الشكل بالصمت. صحيح زي ما قلت في إنجاز ضخم تحقق متعلق بالكهرباء اللي كانت بتنقطع بشكل كبير في معظم محافظات مصر، لكن إحساس الناس بالأعباء الضخمة الشديدة بهذا الشكل محتاج توضيح. هل هي عشوائية ولا فواتير حقيقية؟ وبالتالي الناس خلاص ما تشكيش وتقول إن هذه الفواتير حقيقية. هم عندهم إحساس بإنها مبالغ فيها جدا، لأن كل واحد بيقول لك أنا عارف استهلاكي يعني، وبيقدموا شكاوى وعندهم استعداد لذلك. عدد كبير من الناس كده وفي محافظات متنوعة. فالحقيقة ده محتاج من الوزير ومن الإدارة المختصة بذلك التعامل مع هذه القضية بجدية. مشاكل الناس المعيشية زي ما بقول لكم كلها فواتير، ارتفاع أسعار فواتير بتزيد، فحتى نكلم الناس نوضح لهم. تعال نرجع تاني للموضوع اللي نوهت عنه، إن عهد التميمي ربما لم تصفع الجنديين الإسرائيليين فقط، لكن صفعت رجولة الكثيرين يعني من هواة الكلام وهواة تمزيق الصفوف. يعني فتاة تحولت إلى رمز عند الجميع، مش العرب فقط، لا يعني حتى العالم كله بيفخر ويتباهى بأن في فتاة صغيرة يبقى عندها هذا التمسك الكبير بالمواقف وبالمبادئ وبالقيم، وإنها مؤمنة بقضيتها وبتطلع كل الغضب العربي داخل الصدور بتطلعه في مواجهة جنود الاحتلال. لازم نتابع إيه اللي حصل مع عهد وإيه اللي تم. معايا الأستاذ باسم التميمي والد عاد. يا أستاذ باسم أهلا بيك. أهلا فيك وكل المستمعين. يا أستاذ باسم عايزين نطمئن أولا على عهد في السجن، يعني
هل تم زيارتها؟ هل تم الاطمئنان على حالتها؟ يعني بعد المحكمة التي تقدم وأنا بطلب إخلاء سبيلها وتم تمديد اعتقالها حتى يوم الاثنين، هي والدتها وبنت عمها انقطع الاتصال، يعني كان يوم الخميس كانت استعادتها من سجن هاشارون إلى مراكز التحقيق، ونحن الآن ليس لدينا أي اتصال معها، هؤلاء عن طريق المحامي ولا عن طريق اتصال آخر. العهد موجود في سجن هاشارون وهو سجن مخصص للنساء الفلسطينيات الأسيرات الفلسطينيات، ولكن عهد موجود في قسم هي وامها وبنت عمها في قسم بالجنائيات الإسرائيليات، فهو لإبقاء حالة من الضغط والتخويف. هي موجودة في غرفة، بنت عمها وامها في غرفة أخرى، هي موجودة مع يعني قاصرات فلسطينيات، لكن الغرف المحيطة فيها هي غرف للسجينات مدنيات يعني مجرمات إسرائيليات. يعني لهذا السبب يعني هو الهدف منه إضعاف عزيمتها ويعني في محاولة لإدخال الضعف إليها، في محاولة لانتزاع اعتراف كون عهد حتى الآن ترفض التعاطي مع المعقد وترفض حتى ذكر اسمها أمامه. هذا الصمود وهذا التحدي يؤكد أن فعهد لا زالت مصرة أنها لا لغة مع هذا الاحتلال، إلا لغة التحدي ولغة الاستباق. طيب عايز أسأل حضرتك إن كان عندك موقف كمان من إن في بعض المحامين المصريين أبدوا استعدادهم للدفاع عنها، فأنت رافض لهذه المسألة؟ لا أنا مش رافض لهذه المسألة، أنا بقول بشكر كل حدا وبسمن عالي كل هذا الشعور الطيب وهذا الأخلاق وهذا الدافع الوطني وهذا الكرم الأخلاق اللي كل واحد يعني بمد يد العون ويريد أن يدافع عن عهد كنموذج أصبحت للوعي العربي في هذه المرحلة التاريخية، وهذا يعني إحنا نحترمه ونقدره. لكن أنا السؤال اللي طرحته على الجميع في مداخلتي إنه يجب التفكير في هذا الموضوع، وأنا وضعت السؤال هل سيكون هذا يمكن أن يصنف أنه اعتراف أن هناك دولة قانون في دولة الاحتلال وأن هناك عدل، يعني في يعني وكان نشرع هذه المحكمة بحضور هذه القامات العالية من الأساتذة المحامين والشخصيات الاعتبارية العربية، هل سيكون هناك جدل ما بين التطبيع وعدمه ونحرف المسار عن القضية المركزية؟ هل يعني ليس هناك من الواجب مثلا أن نفكر بطريقة الهجوم مش الدفاع بتقديم الجندي والمؤسسة العسكرية وقضية الأطفال واعتقالهم في المؤسسات الدولية؟ أنا وضعت هذه التساؤلات، لكن أنا يعني أقدر وأثمن ولا أرفض، ويعني وهذا محبب وهذا شعور طيب ومنطلقات، ويعني هي منطلقات وطنية بامتياز، هي منطلقات أخلاقية بامتياز، وهي منطلقات ودوافع نثمنها ونقدرها عاليا، لكن نريد أن نكون جميعا في شوار عقلي أكثر منه اندفاع. طيب عندك حق طبعا، والقطاع الأوسع من المصريين ضد التطبيع مع إسرائيل، يعني فأنت تخشى أن وجود محامين حول هذا الموضوع أن نثير جدل. وأنا يعني تفهم الإخوة والأساتذة المحامين بوجهة نظري، وأكدوا على أنهم أخذوا بعين الاعتبار كل هذه الأسئلة والتساؤلات، وأنه سيكون هناك يعني آليات مختلفة وسيناريوهات مختلفة لآليات الدعم والحضور والمواصلة في هذا الموضوع بالتحديد. أستاذ باسم، عهد في الثانوية مش كده؟ صحيح. وهي كده انقطعت، هي كانت مواظبة على المدرسة يعني؟ صحيح. وكده انقطعت عن المدرسة، يعني عهد يعني كانت كسبانة سنة لأنه نزلت أصغر من عمرها في المدرسة، وبالتالي هي يعني في النتيجة النهائية إذا كان الخيار بين القضية الوطنية والدور الوطني والخيار، يعني
طيب استاذ باسم اسالك في واضح ان عادي تحديدا كان لها طيب لغايه ما نجيب استاذ باسم تاني زي ما قلنا كمان ان يعني لازم نتابع ما الذي حدث العهد ونهتم حتى بمتابعه قضيتها يعني لا نعتبر انها مشاهد فيديو تم تداولها وانفعلنا معاها دغدغت عواطفنا اثارت مشاعرنا شحذت وجداننا وخلاص ونقول كفايه يعني لا لازم نشوف ازاي اثارت قضيتها في كل المحافل المحليه والدوليه وفي كل مكان لان هذا الغضب اللي كان بداخلها هو غضب بداخلنا كلنا لكن يعني ربما هي عبرت عنه بشكل واضح في مواجهة جنود الاحتلال الإسرائيلي وعهد زي ما قلنا لكم قبل كده هسأل بس والدها الأستاذ باسم أستاذ باسم واضح أن عهد يعني ده مش أول موقف يعني البعض عدد لها سلسلة مواقف يعني وكأنها يعني تختزل وتخزن كل الغضب اللي داخل صدور العرب والمسلمين في مواجهة إسرائيل وكل ما في صدور أنصار الإنسانية يعني عاد تحديدا كل هذا الغضب الذي بداخلها يعني بالتأكيد أنت بتعايشه بشكل ربما أكثر يعني حدة من والدها أنت كمان اعتقلت قبل كده من قوات الاحتلال الإسرائيلية والدتها أيضا من الناشطات في مواجهة إسرائيل لكن ربما حالة عهد مختلفة إلى حد كبير بداخلها غضب ربما يوازي كل الغضب الذي داخل صدور الجميع يعني عهد بعكس الأسطورة التي تظهر فيها هي في البيت هادئة جدا حنونة جدا عواطفها يعني هي صورة معكوسة عهد تنطلق من دافع أكثر من دافع الغضب وتنطلق من دافع إيمان من دافع إيمان أنها صاحبة قضية وتريد الدفاع عن قضية يعني وهو وأساس كل هذا يعني نحن كفلسطينيين نحن يعني وعهد بالتحديد يعني هي من بيئة وأسرة وثقافة مقاومة في محيطها ومحيط أسرتها ومحيطها العام والخاص وبالتالي هي نتاج كل هذه نتاج القناعة والإيمان والاستعداد ونتاج الظروف المحيطة ونتاج الثقافة القومية ونتاج الاستعداد السطحي هي كل هذا الخليط هي تعبر عن إرادة جيلها وإرادة أمتها وإرادة أهلها وأعتقد أن صوتها وأعتقد أن صوتها هو صوت كل إنسان حر في هذا العالم. بشكرك يا أستاذ باسم وإن شاء الله تعود إليك عهد سالمة وتعود لنا جميعا لتظل فخا للجميع كاشفة وفاضحة للاحتلال الإسرائيلي. بشكرك. نرجع تاني للقضايا المختلفة الزقازيق في لجان الامتحان في ربما البعض عايز يطبق كاميرات المراقبة يعني هتكشف الغش طبعا بالتأكيد هتلاقي الطلبة يعني ضدها وهيتكلموا عن التكاليف والنفقات ما انت لازم تشوف لان كمان الغش مكلف الغش بيقضي على العدالة بيقضي على المساواة بيطلع لك أجيالا يعني بتلاقي الطالب بيخلص الكلية وهو يعني ما عندوش أي معايير للكفاءة يعني وبالتالي هنا ما حدش يقول بقى اصل الكاميرات تكاليف ما هو التكاليف كمان اللي انت او اللي هيدفعها المجتمع بسبب الغش ضخمه ومع ذلك قلنا نسال الطلبه ونسال المختصين عن هذه التجربه. كاميرات مراقبة في مدرجات جامعة الزقازيق محاولة من إدارة الجامعة للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات
حاولنا رصد آراء الطلاب في تلك التجربة بعد مضي وقت كاف من تفعيلها. بالنسبة لنا مفيش أي مشكلة لأن احنا عندنا المراقبين يعني صعبة جدا، وبعدين البنش احنا عندنا البنش طوله 6 متر في 2 طلبة بس، فأصلا مستحيل ان طالب يغش من اللي جنب او اللي وراه بعيدة دي. فان انا بتوتر من اقل حاجة، فوجود كاميرا تمارة في الامتحان شيء يرعبني الصراحة، احس ان انا قاعد في سجن تقريبا او مش عارف اتحرك او اعمل اي حاجة، انا نفسي هتراقب وانا قاعد بحل وهيبقى في كمية توتر رهيبة. اولا اللي حابب يغش حتى لو مين واقف جنبه هيغش. من عدد المراقبين اللي بيبقوا في المدرج ما بنبقاش محتاجين كاميرات مراقبة، لان ما لو الكليه فيها يعني فلوس اللي تجيب كاميرات مراقبه بالعدد الكبير بعدد المدرجات، طب ما احنا نصرف الفلوس دي في تطوير المعامل او في تطوير المدرجات. انا معتقد ان المعيدين لما بيخشوا مش بيراقبوا، هم واقفين اللي هم بيتشك على عدد الطلبه مش اكتر، يشوفوا مين اللي ناقص مين اللي مش موجود، لكن كغش وكده مش موجود عندنا غش. ضبط اي حالات غش؟ طبعا السنه اللي فاتت تم ضبط 3 حالات غش بواسطه المراقبين، وكانوا متوثقين بالكاميرات والطالب ما قدرش ينكر، بالاضافه ان كان احد الطلاب هو بيسلم ورقته زميله سرق التليفون المحمول بتاعه، وبعد ما مشي او الطالب جه قال لك انا التليفون مش موجود، جينا بالكاميرات رجعناها لان زميله هو اللي خد التليفون بعد ما هو راح يسلم الورقه. بعض الطلبه اللي بيتم عمل محاضر سواء غش او شروع في الغش، بعضهم بيقول بينكر ان ما حصلش، وده لا يلغي وجود المراقبين والملاحظين وأعضاء الكنترول كلهم، لكن هي بتبقى عين تانية كمان علشان يبقى في يقين مفيش طالب يتظلم. خدنا قرار بتعميمها على باقي كليات الجامعة وعددها 18 كلية. احنا ماشيين بمبدأ الوقاية خير من العلاج، يعني احنا مش بنتربص بالطالب، احنا بنوعيه وبنعمل له الدعاية والإعلانات الكافية بالشروط والضوابط اللي يلتزم بيها خلال أداء الامتحان. قبل ما اطلع فاصل، الواقع اللي هتشوفوها دلوقتي كمان هي متعلقة بمسجد، فسقف مسجد انهار بسبب طبعا الفساد والإهمال، فشوف حتى لما يبقى الفساد والإهمال مع مسجد يعني، ومواطن مات وأصيب آخرين، لكن كمان الناس بتعمل المسجد في بعض الأراضي الزراعية علشان تقوم بتبوير هذه الأراضي، ويعتقد أنه أول ما يبني مسجد يبقى المسجد اكتسب حصانة، ما حدش هيقدر أنه يزيله بقى مسجد. فتخيلوا عشان يعني يعمل عملية تبوير للأراضي الزراعية أو يبتدي بعد كده يبني عليها يعني، فيقوم يعمل المسجد، يعني هو مش بنيه حتى بنية يعني المساجد لله سبحانه وتعالى يعني. فهنا في جانب أو متعلق بكيف يبنى المسجد في أرض زراعية، والجانب الثاني كمان اللي بيبنيه كله بقى فساد في فساد يعني، فيقوم يعمل السقف يقع على الناس ويموت واحد، يبقى شوفوا الواحد مات وفي عدد من المصابين، وهي ما يعني فساد بهذا الشكل بينتشر، وفي ناس بتقول لهم هو ده المدخل، ابني مسجدا يعني. تخيل يتم استخدام المساجد في بهذا الشكل، وكمان لما تبنيه يتسلل اليه الفساد فيقع السقف بتاعه على احد المواطنين، يعني مهزلة بداخلها مجموعة مهازل. مسجد تحت الإنشاء بإحدى قرى الفيوم يبنيه المزارعون بالجهود الذاتية، لكن الإهمال وربما انعدام الضمير كان سببا كفيلا بانهياره فوق رؤوس العاملين به ووفاة أحدهم تحت أنقاضه. اللي حصل أننا كنا بنصب في المسجد والسقف صوت بالله، ده عبن جارة يعني المقاول اللي كان ماسك المسجد ما عملش الصح، ودي ناس طبعا ناس فلاحين غلابة على قد حاله، وكل واحد بيساهم بجنيه بيساهم بعشرة، واخد بالك، وشدنا حنا وعملنا المسجد. والله احنا كنا شغالين وجينا فجأة لقينا السقف من الجنب من قدام هنا سقط على 8، طلعنا منهم 2 مصابين وواحد متوفي وطفل صغير مصاب. الجامع ده بيتبني من 5 سنين،
وبندور له بندور نلم له على فلوس و بجهود ذاتيه تعب الناس الغلابه دي اقسم بالله. هنعمل ازود من كده، دورنا من شبابنا والفلاحين وده وربنا رزقنا بجنيه وكملناه وقلنا ده احنا هنعمل جمع زي اللي بنصلي فيه بره. احنا بنطالب طبعا المسجد بين ان ده تعب ناس ده وفي ورق بالكلام ده متقدم في الاواف، عايزين الجمع يتبني اي حد يقف معانا. إنشاء المساجد بالأراضي الزراعية رغم وجود مساجد كافية يفسره المسؤولون بأنه حيلة لتبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها. وطبعا احنا جات لنا إخبارية أو اختار على غرفة العمليات لأن في مسجد بيتبني في مخالف أرض زراعية، وطبعا المباني العشوائية دي بتتعمل بسرعة على أساس إن هم بيبقوا عايزين ينجزوها قبل احنا قبل الزراعة ما تعرف وقبل ما يجينا إخطار، ولكن طبعا في النهايه دول ابنائنا واولادنا ولازم نجري نشوف الدنيا ايه ونطمن عليهم ونحاول باي شكل ان احنا نحل الموضوع بسرعه ان احنا نوصل لاقل عدد من الخسائر في الارواح. اتمنى ان الموضوع ده ما يتكررش لان احنا فكره المباني فرض الزراعه في حد ذاتها فكره مش كويسه، والناس لازم تعرف ان هو كده بيتجنى على الارض الزراعيه بشكل غير عادي يعني. مشاهدينا نحييكم من جديد. موضوع المناقشة بوضوح شديد، يعني لماذا لا تقدم الأحزاب والقوى السياسية مرشحين لانتخابات الرئاسة؟ ليه ما فيش الحيوية التي يجب أن تكون بأن يبقى فيه أكثر من مرشح تقدمه الأحزاب؟ الأحزاب والقوى السياسية بيقولوا أن السلطة هي التي أجهضت الحياة السياسية وجففتها تماما، لكن في قطاع كبير في المجتمع بيقول ان الاحزاب تبرر فشلها وتعلق هذا الفشل على هذه الشماعه الدائمه، يعني ان السلطه هي السبب. تعالوا نناقش القضيه بوضوح شديد، ليه الحياه السياسيه جافه بهذا الشكل؟ لماذا لا تقدم الاحزاب والقوى السياسيه مرشحين؟ فين حيويه التنافس خاصه احنا داخلين على انتخابات رئاسية بعد اقل من 5 أو 6 أشهر، وحتى الان لا يوجد اكثر من مرشح، ولم تتقدم الاحزاب بمرشحين ولا حتى القوى السياسية ولا التجمعات المختلفة. يعني هناقش القضية مع ضيوفي داخل الاستوديو من اعضاء مجلس النواب استاذ ايهاب الخولي. اهلا بيك استاذ ايهاب. دكتور صلاح حسب الله، اهلا بيك يا دكتور صلاح. اهلا بيك يا سيدي. اهلا بيك استاذ فريد زهران، رئيس المجلس رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مؤسس في الحركه المدنيه الديمقراطيه. استاذ فريد اهلا بيك. اهلا بيك. استاذ شريف هلال، عضو المكتب السياسي لمبادره الفريق الرئاسي. استاذ شريف اهلا بيك. اهلا بيك استاذ فريد. خلينا على طول ادخل في الموضوع بوضوح. الاحزاب والقوى السياسيه دايما متهمه بالفشل، وإن الفشل ده بيتضح في أهم انتخابات مثلا قادمة وهي الانتخابات الرئاسية، وفي أكثر من مجال في حياتنا السياسية عموما. يعني هل الأحزاب فاشلة ولا هناك أسباب متعلقة بهذا الفشل، ومنها أن السلطة نفسها لا تؤمن بدور الأحزاب وبتجهضها كما تقولون دائما؟ خليني اقول لك اولا، يعني انا شاكر ليك اعاده فتح الموضوع، تقريبا انت الوحيد اللي بتفتح الموضوع مع يعني اطياف سياسيه مختلفه. وعايز اقول لك مش السلطه بس، ده هو يعني السلطه نجحت في ان يكون تجاهل الاحزاب والحزبيه يعني امر يعني سائد، بدليل ان مثلا الاستاذ ايهاب الخولي تعريفه الدقيق ليس انه عضو برلمان فحسب، ده هو احد قادة ورموز حزب المحافظين إذا لم تخني الذاكرة. أستاذ مثلا صلاح حسب الله تعريفه العميق السياسي ولهذه الصفة هو موجود في البرلمان، ليس أنه عضو برلمان فحسب، راجل سياسي قدير وعضو في حزب مهم. لكن هذا يتم تجاهله، يعني لدرجة الأستاذ وائل إبراشي شخصيا وهو يقدم هذه الرموز الحزبية السياسية ما قلتش الصفة الحزبية اللي هي موضوع مهم جدا، واللي هي يعني احنا نكاد نكون باعتبارنا اصحاب بدع
واخد بالك كثيره يعني، ومفروض مهيمن على موسوعه جينز بالارقام القياسيه والغرائب اللي بنعملها في مصر. احنا البلد الوحيد في العالم اللي الناس بتتبرع فيها من حزبيتها، لانه بيقول لك يعني ايه انا حلو قوي تتبرع يعني انا لا انا مستقل، وبعدين يطلع حزبي واخد بالك. وبعدين مفارقه الاخرى انك تلاقي 90% من النشطاء الشغالين العاملين في المجال السياسي يقول لك انا مستقل، اللي هو تعبير غير موجود في الحياه السياسيه تقريبا في اي بلد في العالم. كل ده ليه؟ لاسباب، مش ممكن ده يكون صدفه، مش ممكن ده تكون ظاهره مصريه تتعلق مثلا بان احنا عجبه او عندنا تركيب جيني مختلف او حاجه. هو ده له علاقه مباشره بان احنا تم تصفيه الحياه السياسيه في مصر من عقود طويله، واخد بالك، وتم تجريم العمليه السياسيه في مصر من عقود طويله، تم تسفيه العمليه السياسيه في مصر من عقود، تم اتهام السياسه والسياسيين والاحزاب والحزبيه بانها مصالح شخصيه ضيقه، دول يعني باحثين عن السلطة، وكان البحث عن السلطة ده جريبة بعد أي حزب سياسي في الدنيا. هدف كل الأحزاب أن تصل للسلطة. يعني. إذن إحنا قدام مشكلة قديمة وبتعيد إنتاج نفسها، وطول الوقت الخطاب الرسمي لدى السلطات بقالنا 70 سنة هو إنه الحزبية والأحزاب والحاجات دي، وكمان الأحزاب والحزبية والسياسيين دول بتوع كلام مش بتوع عمل، يعني إلى آخر هذا الخطاب اللي هو في الآخر يؤدي إلى تفريغ المجال العام من السياسيين. انا عايز اشير هنا لفكره بسيطه، انه كلنا مثلا شفنا في لحظه معينه كان في حمله بتقول ان مستوى المنظومه الصحيه في مصر مش كويس، طلع حتى وزير الصحه اتكلم في الحكايه. انا ما سمعتش اي حد اقترح ان احنا نولع المستشفيات او نقفلها او نحيل المرضى الى النوادي الرياضيه للعلاج، لانه معروف انك عشان تعالج المرضى لازم تروح المستشفيات وتروح للمنظومة الصحية. انت شايف ان يعني البعض بيولع في الاحزاب؟ يعني احنا مش عجبة، مش هنخترع النار ولا هنخترع العجلة. طب اللي بيدير العالم، اللي بيدير العملية السياسية في اي بلد في العالم حاجة اسمها الاحزاب السياسية، واخد بالك، والاحزاب السياسية دي الدول المحترمة تحت المحترمة دي 40 خط بتستثمر في الاحزاب السياسية. يعني الدولة الألمانية، الدولة مش النظام ولا الحكومة، الدولة الألمانية بتستثمر في الأحزاب السياسية. طب الدولة الفرنسية بتستثمر في الأحزاب السياسية. الضعف يا أستاذ فريد، عدم قدرتكم على الضعف التعبير على الناس، عدم قدرتكم على الالتحام بالناس. دقيقة كمان الضعف، لأن الناس بتتحبس، لأن الأستاذ إسلام مرعي أمين تنظيم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في السجن لمجرد إن هو أمين تنظيم الحزب، مش إرهابي. اسلام مرعي مش ارهابي. هنا لازم نشوف للتهمات الموجهه اليه. بص انا بتكلم كلام محدد. هنا هو محبوس عشان له مواقف عشان له مواقف سياسيه مرتبطه بمواقف هذا الحزب، واخد بالك، مش عشان خدوه رئيس الحزب. ايه طب ما كانوا خدوه. طب انا جاهز اهو، بس طلعوا اسلام وهروح. دكتور صلاح ناخد. لا استنى استاذ وائل، لا ما انا هاجي لك، ما انت مش هتقول كل الكلام اللي عندك، ما انا هاجي لك تاني. بس هنسمع ده كثيرا من كل الأحزاب والقوى السياسية. ليه يا جماعة؟ لماذا يعني لا تلتحموا بالجماعة؟ مفيش عندكم قواعد شعبية ليه في الشارع؟ هيقول لك السلطة هي السبب بالشكل اللي بنسمعه دايما. لا خليني طبعا مع تقديري تماما لكل اللي ذهب إليه فريد بيه زهران، إنما عايز أقول حاجة. في أي نظام سياسي في العالم الأحزاب هي اللي بتصنع السلطة، مش السلطة هي اللي بتصنع الأحزاب. يعني الحزب هو الذي يصنع السلطة التي يستطيع أن يتولاها. ما فيش سلطة على فكرة أو دولة أو نظام أو حاكم أو حكومة هي اللي تؤثر في حزب أو تجهده أو تخليه قاعد كرسي متحرك مش قادر يمشي في الشارع. لا، الأحزاب هي التي يجب أن تصنع فرصها مش تمنع فرصها. الحقيقة يمكن أنا عايز أقول لك فريد بيه زهران بيتكلم عن 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 الأحزاب ودور الأحزاب وقيادات الحزبية. أنا أقول لك إحنا كان عندنا قبل 25 يناير حالة من حالات التعصر الحزبي. حزب حاكم حواليه بعض الأحزاب اللي تبدو ظاهريا أنها أحزاب معارضة، وكانت الحياة الحزبية إلى حد كبير عشان تعمل حزب قدامك حاجه من اتنين، يا الا تروح تتواصل امام لجنه شؤون الاحزاب اللي كان بيرؤسها السيد صفوت الشريف بصفته رئيس مجلس الشورى، او انك تروح بعد ما يرفض طلب الحزب بتاعك تروح بمحكمه وتقعد في المحكمه 5 6 7 10 سنين وفي الاخر يا ترفض الدعوه بتاعتك او يقبل. طب خلينا في الوضع الحالي. الوضع الحالي بعد 25 يناير 2011
احنا حصل حالة من حالات السيولة الحزبية. السيولة الحزبية دي انتجت ما يزيد عن 106 حزب حاليا، يعني احنا عندنا في مصر حاليا 106 حزب. فين هم؟ مش لاقيين مرشح للانتخابات الرئاسية؟ لا مش مسألة فين هم، انت مسألة ان انت حتى مهتمين بالحياة الحزبية. لو سألتهم قول لي اسم 25 حزب او 20 حزب من الاسامي، قول لي بس اسماء 25 حزب، اعتقد ان كثير منهم هيتعصر في الاجابة. عشان كده يا استاذ وائل يمكن انا شخصيا ما فيش الحزب، على فكره ما فيش فرصه بتولد لحزب كبيره. انت لازم تقدم نفسك للناس، يعني انت اصلا حتى لو عندك رؤيه او فكر او برنامج، ما فيش برنامج من غير اقدام تمشي مع الناس في الشارع. انما لو فضلت رؤيتك وافكارك وبرامجك حبيسه لمقرات حزبك اللي انت موجود فيها، او حبيسه او ما بتقولهاش غير في برنامج تلفزيوني او كذا، هتظل دائما في برج منعزل. طيب تماما طبعا عن الناس. حزب يعني قواعد شعبيه في الشارع. بالتاكيد مفيش قواعد شعبيه في الشارع يبقى مفيش. عشان كده انا اقول لحضرتك، انا مثلا الاستاذ ايهاب نائب رئيس حزب المحافظين، وانا مثلا رئيس حزب الحريه، وهو حزب يعني صغير وفي مجموعه كويسه من الزملاء الافاضل. احنا على فكره يمكن كان ابرز قرار خدناه في انتخابات 2015، انا اللي قلت لهم كده، وقعدنا في 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 اجتماع مكتب سياسي، قلت لهم اي قياده حزبيه، اي قياده حزبيه مننا اللي عايز يترشح في انتخابات يروح يترشح انتخابات فردي، انت لازم تختبر شعبيتك، تختبر قدرتك على التاثير في الناس وفي ناخبيك. انما قلت لهم لو هيتاح لينا فرص في القائمه نديها للفئات المميزه تمييز ايجابي داخل الدستور، شباب، اقباط، مرأة، كذا، لان دول فرصهم صعبه في التنفس الفردي. انما لما انا اجي ابقى قياده حزبيه وممكن مثلا قاعد بكلم الناس عن شعبية الحزب وعن رؤية الحزب وعن برنامج الحزب وعن كذا وعن كذا، ولو ترشحت في انتخابات اتحاد ملاك العمارة اللي انا فيه اسقط، يعني كيف تصنع شعبية لنفسك وانت طيب اساسا مش قادر تتفاعل وتتواصل؟ هترد على ده عشان اخد شريف بعدها بسرعة. ده مش على اللي قاله استاذ فريد، انا بتكلم في شكل عام. يعني الاستاذ اياب الخولي يعني هنا يقولك يعني مفيش، ما عندكوش قواعد شعبية واحزاب يعني تتحدث فقط، وهنا عندك تتعلل بانه اصل السلطه بتعمل فينا والسلطه بتعمل فينا، ولكن اين انتم يعني؟ والله انا يعني بالنسبه للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، احنا عندنا قاعده شعبيه الحمد لله، وعندنا عدد صحيح محدود نواب في البرلمان. حزبنا الحمد لله بعد 5 شهور من تاسيسه خاض اول انتخابات برلمانيه، كان الكتله الرابعه في البرلمان بعد الاخوان. لا انا بس والواب. بسرعه بقى، عايز معلومات مهمه. يعني احنا لا نشكو من عدم وجود قاعده، احنا بنشكو، وطبعا كلامه صح، الاحزاب بتصنع مستقبلها بيدها. لكن مش صحيح قوي فكره ان السلطات والدول لا تدعم الاحزاب، لا بتدعمها باساليب مختلفه، من بينها قانون الانتخاب نفسه. لكن اخر جمله عايز اقولها انه المشكله الحقيقيه الاتاحه، يعني انت الاحزاب ستصنع مستقبلها، وانت الاتاحه بتنتظرها الاحزاب ستصنع مستقبلها، ده المبدا صحيح. لكن في نفس الوقت هذا المستقبل هيصنع بمقاومة السلطات والنظام وبتقديم تضحيات جسيمة، ولا يعني هيصنع في الأوقات اللي احنا فيها دي اللي هي مطلوب فيها تضحيات جسيمة لكي يصنع، ولا يصنع في لحظات الزخم التي عقبت 25 يناير والأجواء مفتوحة لهذا؟ هو ده السؤال. يعني في لحظة الزخم عقب 25 يناير يا أستاذ صلاح كان في مناخ مواتي، كان حزب الحرية وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحزب المحافظين، كل الأحزاب دي كانت في حالة يعني صعود مرتبط بهذا الزخم وهذا المناخ الديمقراطي. النهارده في انحسار هذا المناخ الديمقراطي، الاحزاب بتعاني صعوبات جامه. اذا في متغير جديد في كل الاحوال، كل الاحوال نحن نتحمل مسؤوليتنا قدام شعبنا، صح، قدام ضمائرنا، قدام التاريخ، وانا استمر ونقدم تضحيات، وليس امامنا حلا اخر. واحنا طيب. بالمناسبه يوم الجمعه اللي فات كان في مناقشه في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كان في اتجاه قوي في الحزب بيطرح تجميد نشاط الحزب احتجاجا على ما قالت اليه اوضاع الديمقراطيه في مصر. والاتجاه ده يعني انت حزب الموقف اللي انت يا فريد بيه، بس الموقف الانسحابيه دي، الموقف الانسحابيه السلبيه دي خلاص ما بقتش تنتج يا فريد بيه. الصعبه التي يمر بها الوطن، لكن احنا وبالاجماع خدنا قرار بالاستمرار. انت اما تعمل خطوه يجب ان تكون مؤثره. تعتقد انك لما تقول تجميد نشاط الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يا استاذ فريد، خلينا واقعيين، 106 بقوا 105 وخلاص، هل الناس يعني هتهتم بده في الشارع؟ لا، هو الفكره ان احنا يعني كانت واجهت هذه الفكره ان نبرئ انفسنا من هذا التدهور وهذا المناخ. طيب خلينا هنا عشان بقى اخد الاستاذ ايهاب الاول كده، عشان نبقى الاستاذ ايهاب هو بيقول لك نتعرض لحاله حصار لحد ان احنا كنا هنجمد نشاطنا
علشان نسجل موقفنا من اللي بيحصل الان في الحاله الضيقه المجله. خلينا نقول بعض الامور كده في البدايه. استاذ فريد طرح موضوع، والموضوع المطروح الان هو موضوع خطير ومهم، وهو دور الاحزاب واهميه الاحزاب في الحياه السياسيه، وكيف يمكن ان تقوى الاحزاب السياسيه. ولكن ليس بالضروره الا نعترف بالحقيقه ان الاحزاب السياسيه ضعيفه وليس لديها القدره على تقديم اي مرشح في انتخابات رئاسيه، وهذه حقيقه. يبقى ما هي الاسباب في ذلك؟ قد تتحمل الاحزاب جزء، وقد يتحمل التجربه التاريخيه جزء اخر، والبناء الديمقراطي جزء ثالث. لكن في بعض الامور سريعا كده للاستاذ فريد، عندما قدمت في هذا البرنامج قدمت باعتباري نائبا عن البرلمان لكي اتحدث بحريه خارج نطاق الحزبيه، وهذا لا يعني اننا اتنصل من حزبي، بالعكس باعتباري اني رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب المعارضين. لا 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 مش انا مش انا اسمعني بس. اما بخصوص بقى القبض على الاستاذ اسلام عدو امين تنظيم الحزب، امين التنظيم الحزبي بالصفه الحزبيه، طبعا انت تعلم وانا اعلم انه لا يوجد في القانون جريمه اسمها جريمه سياسيه، انتماء الحزب جريمه سياسيه، ما فيش، القانون لا يجرم اي جريمه سياسيه على الاطلاق، انما القانون يجرم الجرائم الارهابيه التي تمس الوطن من الداخل او الخارج، او بعض الجرائم اللي ايه الجنائيه. لذلك لما يجي يقول ان فلان محبوس، اعتقد ان هذا الحبس قد يكون له مبرر في الاوراق في عمل قضائي لا يجب ان نتدخل فيه، ولكن ده مجال المحاكم. وبالتالي لا يوجد شخص في مصر، وانا بقول الكلام ده على لساني، لا يوجد في مصر حتى الان معتقل واحد، ولا يوجد في مصر متهم بجريمه سياسيه، انما كل الموجودين في السجون هم متهمين بجرائم جنائيه، عشان بس الكلام ما يدغدغش المشاعر ويعدي ايه كده. الاحزاب السياسيه، وضرب الاستاذ فريد مثال اعتقد انه مثال حقيقي على المنطقه، عندما تحدث عن فكره المستشفيات ولم يذهب احد للمستشفيات، لم نرى حزب سياسي يقدم مشروع كامل متكامل للتامين الصحي، ولكن كل ما هنالك ارهاصات مطالبه ببعض الحقوق الاجتماعيه المهمه للمواطن اللي ايه المصريون، تقديم حلول. طب ما هو الوضع الحالي للاحزاب وسبب؟ اعتقد سبب ذلك ان مصر منذ عام 52 حتى الان لم تمارس حياه حزبيه صحيحه. وعدي لحضرتك امثال، عندما جاءت وعدت الاحزاب في عهد الرئيس المرحوم الشهيد انور السادات في 76 وأقر الحياة الحزبية، كنا نسمع عن حزب الأحرار الاشتراكي وكان توجهه ليبرالي، ده معناه أن الناس مش فاهمة طبيعة الأحزاب، يعني هي اليافطة بتاعت الحزب عنوانه مناقض لبرنامجه اللي دخل بيه لجنة شؤون الايه الأحزاب، ده واحد، ده على سبيل المثال. مثال آخر، أن كل قيادة الأحزاب في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وكان هناك قانون، هذا القانون ضيق من فكرة الإيه الحزبية. خلينا بس في لحظة الحال. لحظة بس أكمل، لا لا أكمل سيادتك بس. جذور، لا لا مش جذور، ما إحنا جايين نتكلم عن إيه عن الأحزاب، يبقى لازم نعرف، لأن في مشكلة ثالثة جاية، هو النخبة. هل مصر في مشكلة فيها في النخبة؟ من عدمه. النخبة السياسية في مصر قبل 52 دفعت لتغيير وحراك اجتماعي وحراك سياسي لمصر، وخرجت مصر من بوتقة مصر في إطارها رغم حدودها الكبيرة في ذلك الوقت إلى مصر المنفتحة على الإيه؟ طيب. على العالم. ده دور النخبة السياسية. الأمر الآخر، البنية التحتية للعملية الديمقراطية بقى. البنية التحتية للعملية الديمقراطية. يخطئ من يظن أن الديمقراطية هو الذهاب لصندوق الانتخاب واعلان بما جاء بنتيجه ما جاء في الصندوق، انما البنيه التحتيه للعمليه الديمقراطيه بتحتاج مجال اوسع. الشيء الاخير، وده انا بفتح امور للنقاش حاليا نستطيع ان احنا نتكلم فيها. الشيء الاخير والمهم، ان كانت مؤسسات البلاد خلال سنوات قريبه عشناها وتعايشنا فيها تقريبا منهاره، فبناء الدوله يعتبر مقدم في أمور كثيرة.
ما بالك ببناء البنية التحتية للعملية الديمقراطية، بناء الدولة ده طبعا. ونسمع يجب أن تؤجل أي نسمع ونتناقش نسمع ولا نتناقش ليه؟ طيب. بدليل حاجة، بدليل حتى لو حد جه قال الكلام ده، أنا مع الديمقراطية وانا اتجاهي طيب. ليبرالي استاذ شريف، بس عاوز اقول لسيادتك على حاجه قبل ما تيجي نقول اتكلمنا عن الاحزاب، ما شفناش حد يقدم مشروع بقانون احزاب صحيح. ما هي هي القيود اللي موجوده، ده جزء معوق ولا مش معوق؟ طيب. استاذ شريف، وبرضه خلينا ندخل في صميم الموضوع، الواقع الحالي ودون العوده للجذور، يعني ليه الأحزاب والقوى السياسية حتى كل التجمعات يعني لا يوجد لها أي قواعد شعبية، ونشعر بهذا العجز إن احنا هو داخلين على انتخابات رئاسية ولا يوجد أكثر من مرشح؟ اتفضل. الأول أحب أقول لحضرتك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أفضل حميدا. الله يسلمك. تاني حاجة، احنا عايزين نخش في أساس الموضوع علشان ما نتفرعش في تفريعات كتيرة. اساس الموضوع ان اللي احنا من سنه جينا اتكلمنا مع حضرتك هنا على مبادره الفريق الرئاسي اللي كانت من اولى المبادرات اللي بتتكلم على ضمانات لخوض العمليه الانتخابيه في مصر ضمانات 18. تمام. اتكلمنا وقلنا اللي علشان يكون في ممارسه ديمقراطيه حقيقيه في البلد دي لازم يكون في ضمانات للمرشحين اللي هم يقدروا ينزلوا، يبقى يكون في تفاعل وفي حملات زي ما كنا في 2012، زي ما تفضل الاستاذ فريد زهران في 2012 كان في حاله زخم وكان في حاله لقاءات وحوارات مجتمعيه، وكنا شايفين المرشحين بيعملوا ندوات ومؤتمرات. احنا مش شايفين، فضلنا 6 شهور يعني لم يتمخض عن شيء برضه، يعني وليكن بس كان المناخ مفتوح، ظل الاخوان هم وخلصنا من موضوع الاخوان وخلصنا من موضوع الاخوان واصطفينا كلنا مع الدوله لمحاربه الاخوان، وقد كان. ودلوقتي فاضل على الانتخابات الرئاسيه تقريبا 6 شهور، احنا من سنه جينا اتكلمنا هنا، او من 6 شهور تقريبا برضو جينا اتكلمنا هنا. بنلاقي فيه تشويه للمرشحين اللي نازلين. احنا عندنا خالد علي تقريبا اعلن موقفه بشكل رسمي، لسه ما شفتش حد من المرشحين التانيين قدم ترشحه او قال اللي هو هيترشح. اول ما عندي احزاب وقوى سياسيه كتير ما فيش حد. تعال بقى نشوف لما الشباب بيجوا يشتغلوا او يحبوا اللي هم يمارسوا عمل سياسي ديمقراطي في مصر ايه اللي بيتعرضوا ليه. احنا عندنا شباب، اسلام عشري وحسام السويفي ده صحفي على فكره، حسام السويفي مؤسس حمله الحسين ابو ضيف اللي كان موجود الشهيد حسين ابو ضيف اللي استشهد ايام الاتحاديه ايام الاخوان. حسام الاخواني بالظبط. حسام السويفي صحفي شاب مصري محترم، لما كان موجود عند نقابه الصحفيين اتقبض عليه عشان كنا بنقول القدس عربيه، اتعمل له قضيه الانضمام لجماعه محظوره والتخابر مع جهات اجنبيه. تمام. وانضم لا 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 لقضيه اسمها مكملين. يعني مع العلم اللي حسام السويفي من اوائل الناس اللي كانت موجوده مع الحسين ابو ضيف، مش عايز شخصا يعني مش مش شخصنا، انا عايز اقول ان الشباب ده مش احزاب يعني بالظبط بالظبط. تعال بقى على الشق الحزبي، احنا عندنا اسلام مرعي. اسلام مرعي انا اعرفه لما كنت في تمرد. اسلام مرعي كان احد الكوادر، منصب حركه التمرد في الشرقيه، التهمه بتاعته يا استاذ ايهاب اللي هو بيمول الارهاب، ايساري مش فاهم يعني ايه ايساري. تمام. الضابط اللي شاهد عليه انت عضو، هو عضو في جماعه ارهابيه، قال له امال ايه عنصر ايساري؟ عملت تحريات عليه قد ايه؟ قال له 24 ساعه. تعالى بقى هنا يا استاذ ايهاب، تعالى هنا يا استاذ ايهاب، لما نيجي نقول اللي فيه مرشح بعينه قرر اللي هو يخوض العمليه الانتخابيه في 2018 واللي هو يرشح نفسه زي بقيه دول العالم. طيب الشباب اللي هتنزل تشتغل في الشارع لدعايه المرشح ايا كان اختلفنا او اتفقنا عليه، ايه الضمانات؟ الشباب لما تنزل في الشارع ما يتقبضش عليها زي ما حصل مع اسلام، وزي ما حصل مع احمد ابو زيد الصحفي، وزي ما حصل مع احمد مصطفى الصحفي في جريده الديار. طيب ما احنا عايزين، احنا في الاول خالص يا استاذ زوايا كنا بنتكلم على ضمانات اساسيه لخوض العمليه في مصر. بيقول لك في ضمانات الناس خايفه انها احنا بنلاقي بالفعل تشويه للمرشح لان ممكن يتلموا يعني. لا خلينا اقول لك دي وقائع يا استاذ صلاح، يعني دي وقائع فعليه حاصله على الارض. تمام. اصل هو في الاتهامات القانونيه على فكره ما ينفعش ان انا اسيسها. بمعنى ايه؟ ان الاستاذ شريف اتكلم مثلا عن مش عارف فلان الفلاني اتقبض عليه في كذا وسئل وتحريات المباحث، استاذ فريد زهران قال لك كذا. طب ما في احيانا احنا بيجي لنا جنح
وبيجي لنا جنايات على فكره، تحديات المباحث فيها بتبقى على غير الحقيقه، انما في الاخر انت عندك مرجع اسمه سلطه قضائيه، يعني المباحث حتى بتحديات ما بتحكمش، ما بتصدرش حكم بالادانه، من يصدر حكم بالادانه هو القضاء. ما هو القضاء قدام ورق فني، ما اعتقدش المساله لو سلمنا، لو سلمنا القضاء على القضاء على فكره. طب انا بقول لك انا يا استاذ تحريات محكمه النقض دي اقوال تعبر عن مصدر بالظبط كده، عن مجريها الناس بتاخد احكام عن مجريها. لا لا استنى بس يا استاذ فريد، انا بقول لك احنا محامين على فكره، ده حكم قضائي. ايوه انا بقول لك هنا محكمه النقض، هنا القضاء. لا لا ما انا هقول لك، انا هقول لك بقى فرقها في ايه دلوقتي. بس بعد اذنك خلينا يا جماعه ابعد عن نقاط تفصيل في مساله، في المساله دي على فكرة لو محكمة بتدي حكم إدانة مستندة على تحريات المباحث، تظلم الشهادة اللي هو عايز يقوله. أنتوا عايزين يعني أحزاب تلتصق بالشارع وتنزل تشتغل إذا كان لما حد بينزل يعمل حاجة في الشارع بيقبضوا عليه، هل ده صحيح؟ لا أنا هقول لك، هو ده لب الموضوع. أنا هقول لك، أنا يا أستاذ وائل، ما هو أنا نائب دائرة شعبية اسمها شبرا الخيمة، في كثير من الشباب بتاع شبرا الخيمة مش بيروح يدعم مرشح، لا ده بينتقد رئيس الجمهورية انتقاد واضح على صفحات التواصل الاجتماعي، وبقابلهم قاعدين على المقاهي، وبقابلهم قاعدين في مراكز الشباب. اللي عندنا يا فندم بتقبض عليه ليه؟ مجرد لا لا بس انا ابدا وجهه انت بتقي يا استاذ شريف، على السوشيال ميديا انت ليه مقبوض عليه على صفحات الكوميديا؟ انا ما قاطعتكش، اتفضل يا فندم. انت اديت امثله، انا بدي لك امثله اخرى وهي كثيره في دايره انا بمثلها. طب حضرتك عشان عارفهم يا فندم صح كده، فبتكلم عنهم، فاحنا برضو دول احنا عارفينهم يا فندم، فعشان كده انما انا لما حضرتك تتكلم، احنا عندنا ازمه في تقدير واحترام قيمة القانون. بمعنى ايه؟ بالعكس. لا مش انت، انا بقولك بعض عنده ازمة في تقدير واحترام قيمة القانون. انت عندك قانون تظاهر، وقانون التظاهر له اجراءات معينة في حالة قيامك بتظاهر، اجراءات قانونية معينة انت متحفز عليها، انا متحفز عليها، طالما هناك قانون معمول به وصادر يجب ان يحترمه الجميع. لما يجي تحفظات المجلس القومي لحقوق الانسان يا فندم، بعدين تعرض على البرلمان انا مالي بتحفظات، انا امام قانون يا بيه، احنا دوله قانون مش دوله تحفظات ولا دوله ضمانات. ده انت بتظهر تظاهر يا استاذ شريف، بس استاذ شريف من فضلك بس خلينا اكمل الفكره واكتب كده زي ما انا كتبت بعد ما وانت بتتكلم وبرد عليا. احنا مش دوله تحفظات، مفيش حاجه اسمها ان انا بقول ان الجمله رقم كذا في التحفظ اللي انا قلته بيحكم بيها القاضي. احنا في دوله القانون، القاضي يظل قانونا الى ان يظل القانون، يجب ان يحترمه الجميع حتى المتحفظ عليه، يحترمه الجميع. اللي عايز يتظاهر اهلا وسهلا، هناك اجراءات قانونيه يجب ان يتبعها، في حاله حياد او خروجه عن هذه الاجراءات يسأل، يسأل بقى اي حد. احنا مش عايزين دوله قانون، عايزين دوله عدل. دوله العدل دي اساسها احترام القانون واحترام قيمه القانون. طيب بس بقى تظل القضيه، هل اللي يعني هنا الكلام اللي انا اسمعه هنا، وكان كل من يمارس العمل السياسي هينزل الشارع عشان يعمل يعلق لافتة، بس هو ما قالش كده، يكلم الناس على الاطلاق، على الاطلاق. وبقول لك اهوت انا نائب في البرلمان. ليه؟ يعني استاذ شريف بس هناك لجنه حقوق انسان في البرلمان، وهناك برلمان. والله حضرتك احنا ما فيش ضمانات لممارسه يعني العمل السياسي، يعني احنا عايزين سي مثلا ندعم حمله خالد علي مثلا. ما تدعم يا بيه حقك يا فندم، ما احنا لما بيجي ده يتم فعليا، ايه الضمانات اللي انت بتاخدها للشباب اللي انت عايز ضمانات ازاي؟ يعني عايز حكم براءه قبل ما تعمل اي حاجه؟ ضمانات في اي دوله ديمقراطيه يا فندم؟ ايه الضمانات في اي دوله ديمقراطيه؟ احنا نموذج للضمانات، احنا قلنا 11 الشباب مثلا، شباب الحزب الديمقراطي في امريكا بيروح ياخد ضمانات مثلا. احنا يا فندم اتكلمنا عن ضمانات لخوض العمليه الانتخابيه. هي الضمانات يعني يعمل لك ايه يا فندم؟ ال 11 بند ساعتها. هل تأذن 11 بند ايه؟ طب انا هاخد استاذ فريد وبعدين استاذ ايه. طيب بس هنا يعني تظل انت عايز ضمانات للعمليه الانتخابيه علشان الناس ولا البعض ممكن يقول يا استاذ فريد يعني انتوا بتتعللوا، اديني ضمانات الاول وبعدين ايه ما اقول لي خوض انتخابات او انزل هجاوب على. فانا اقول لك لا، طب ما تاخد انتخابات يا سيدي وافضح عدم وجود ضمانات. انا بعد اذنك انا ما بقطعش حد، مش عايز حد يقطعني. واحد في مصر 106 حزب، هذا عدد قليل جدا 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 بالنسبه لعدد الاحزاب في اي بلد ديمقراطي في العالم منسوبه لعدد السكان. طيب. لكن الصدمه ان لا احد يعرف من 106 حزب الا اربعه، ما انا واحنا بالراحه، واحنا ما نعرفش اسامي الاحزاب اللي موجوده في فرنسا، ما نعرفش غير 20 حزب بس في فرنسا اللي بيعملوا ائتلافات اساسيه. فرنسا احنا ما نعرفش في فرنسا، فرنسا ولا فرنسا تعرف في مصر. اصبر علي، اصبر علي لو سمحت. انا بقول لك على الاحزاب اللي في مصر لو سمحت فريبي، بس عشان تجاوبني في الجزئيه دي. قول انت. انا بقولها، لا انا بقول لك بس احنا كمصريين بالتاكيد الفرنسيين يعرفون يعني. بس خلص قول لي. طب انا او سيادتك واحنا مصريين وحزبيين، لما سالتك تخلص قول لي يا فندم. انا بسالك واش تجاوب بس انا بقول لك احنا كحزبيين وسياسيين ومصريين، انا شخصيا انا لا ادعي ان انا اعرف اسماء
اكتر من 25 30 حزب من 106 الموجودين. سيادتك انا ما اعرفش انا اعرف سبعه بس بعد ما تقول لي 25 قول لي ونعد من ثلاث دقايق من الوقت. اتفضل 106 حزب دول لا في فرنسا الناس تعرف ال 200 300 حزب، الفرنسيين يعرفوا 10 15 20 حزب اللي هي بيسموها في السياسه الاحزاب الرئيسيه في المجال السياسي. في العالم كله في مئات الاحزاب لان الاحزاب بره بيعملها نفر، ممكن واحد كده يروح يعمل اختار ويعمل حزب. من الاحزاب الرئيسيه اعلنت تأييدها يعني حتى لما ده بيخليك صبور بقى. الاحزاب الرئيسيه في امريكا مثلا انت سعيد عايز ياخد التجربه اللي بره دي اللي هي احزاب النفر. يا استاذ اسمعني، الانتخابات الرئاسيه في امريكا مثلا بتتم بين كام حزب؟ اثنين. هل امريكا فيها حزبين زي ما بعض العامه والدهومات فاهمين؟ لا، امريكا فيها مئات الاحزاب. وفي المراحل الاولى في الانتخابات الرئاسيه بيبقى في مرشحين كتير جدا بيصفوا. طيب خلينا في الواقع المصري. وبالتالي احنا في مصر زي ما سيادتك تفضلت انا موافقك تماما، انت تعرف اسامي 20 30 حزب دول اسمهم الاحزاب الرئيسيه. واحد. اثنين، الاحزاب ضعيفه؟ طبعا ضعيفه، تعرضت لقمع ومصادره واقصاء على مدى 70 سنه. وده سبب ضعف الاحزاب؟ الاحزاب ضعيفه لان قبل 52 كان في احزاب قويه وكان في احزاب بتوصل السلطه بالانتخابات وكان الوفد حزب بيقدر يحرك الشارع ويحرك الوقت. ما انا بقول له يا ضعيف ليه دلوقتي. طيب. يعني ثلاثه، لا نستطيع تقديم مرشح غير صحيح. حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مستعد يجسد مرشح بكره الصبح لو توفرت، مش بقى كلمه ضمانات ده انا اقول لك كلمه اكتر من كده. ايهما البيضه ولا البيضه ولا الفرخه؟ ولا اربعه. القول بانه فلان الفلاني ممسوك او علان الترتكاني ممسوك لمجرد ان هو في اتهامات قانونيه كبيره وده بقى لنا 70 سنه بنسمع هذا الكلام. عمر على فكره ما في الخمسينات او الستينات او السبعينات او الثمانينات اللي احنا مقرين كلنا ان كان في مصادره للحياه السياسيه طوال العقود دي كان دايما في مبررات قانونيه وكان دايما في احكام قانونيه. طيب خمسه. طب خليني بس اقول لك ضمانه من اهم الضمانات. انا بقول لك ضمانه بس من اهم الضمانات فيما يتعلق بالضمانات بس عنوان كده بس في الضمانات دي في الضمانات بس اللي بيتكلم عليها استاذ. انا ما قلت على فكره ما قلتش ضمانات يا فندم. انا قلت ما هو ابعد من ده. ماشي ما هو استاذ وائل حميد رغم صدور احكام قضائيه في مواجهه عدد من الشباب. انا حضرت مؤتمر الشباب وكان موجود زميل الاستاذ شريف في حركه مرض محمد عبد العزيز وطرح على رئيس الجمهوريه رغم وجود احكام قضائيه في مواجهه بعض الشباب. قال له يا سياده الرئيس مراجعه الشباب كذا 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 وصدر قرار بالعفو بعد ما تشكيل لجنه. طيب. من خلال رئيس الشباب اليست هذه اراده سياسيه موجوده؟ انا متمسك بحقي في ان اقول لطفل قانون التامين الصحي الحزب المصري الديمقراطي قدم مشروع كامل قدمه الدكتور اسامه عبد الحي في جلسات استماع في البرلمان لانه هو وكيل نقابه الاطباء وكان مشروعنا قريب جدا من مشروع نقابه الاطباء. ما قدمتوش بقى الهيئه البرلمانيه للحزب؟ ما قدمتوش لا ما فيش مشروع يا عم. عندك هيئه برلمانيه للحزب؟ سته. ما قدمتوش ليه؟ بناء الدوله هل هو اللي بيتم النهارده بمصادره الحياه السياسيه او تفريج المجتمع والمجال العام سواء النقابات؟ هل في مصادره للحياه السياسيه؟ خليني بس خلص بقى. طب لا كده انا خلصت كلام. لا خلص اللي انت عاوزه خلص يا خلص يا جماعه عشان الوقت خلينا يعني انت بتخليني على فكره لو ما قطعتش والله لو جبت الحلقه هتلاقي اكثر الذين يتحدثوا هو انت يا استاذ فريق. بس يا جماعه لازم اطلع فاصل ارجع تاني. هل تم مصادره الحياه السياسيه؟ طب دلاله مصادره ان كان في مصادره من عدمه ايه؟ هل في تاريخ مصر كله يعني 70 سنه كان أكمل انا عايز يا جماعه في الواقع الحالي لو انا قعدت احاكم التجربه الحزبيه في 70 سنه ابقى محتاج 9 حلقات. انا ما قاطعتش حد وسبت سيادتك تتكلم. مصادره الحياه السياسيه هل في تاريخ مصر منذ دستور 1923 وبناء حياه ديمقراطيه حتى الان في تاريخها مثل في البرلمان 12 حزب؟ لم يحدث في تاريخ مصر. البرلمان الحالي 12 حزب سياسي. ايه راي سيادتك؟ لا 16 ومنهم احزاب قديمه واحزاب جديده. ايه رايك؟ واحزاب كبرى لم تمثل في خلال 30 سنه. شايف ده دليل؟ ثواني بقى ثواني بدليل ان هناك حزب كبير جدا لم يكن يحصل على مقاعد وحصل على اكبر مقاعد ليه في الانتخابات الاخيره واكبر تمثيل ليه من 52 للنهارده. عاوز تقول لي في مصادره؟ طبعا هو حزب حديث حصل على نسبه كبيره زي مستقبل الوطن والمصريين الاحرار تمام وتنوع في التمثيل داخل البرلمان
وتيجي تقول لي مصادره للحياه السياسيه؟ بس ده السؤال. طيب اما بقى لا لسه في تحفظات على حاجات تانية. عايز اتكلم على الموضوع ده. انا ما اتكلمتش في اي حاجه من اللي اتقالت. لا اتكلمت على المناخ السياسي. لان فريد بيه لما اتكلم قال لك انا محتاج مناخ سياسي. وانا اتفق معاه. بس تعالى نحلل المناخ السياسي اللي موجود دلوقتي. وطبقا لوضعنا. الاستاذ شريف اتكلم قال لك عشان المرشحين. يا سيدي مفيش حاجه اسمها مرشح. مفيش حد في يعني في حق. اكمل طيب. حاضر يعني ثانيتين. حق المرشح اللي هو يترشح انتخابات الرئاسه هو ده مش بديهي جدا وطبيعي جدا اللي يكون من حقه يعمل ندوات ويعمل. انا هرد على سيادتك حاجتين. هرد على سيادتك ولا دي حاجه غريبه يعني. خلصت. واي مرشح خلص هو ما بيعملش ندوات ليه؟ لا خلصت بالظبط. ما بيعملش ندوات ليه؟ علشان هو شايف المرشح بعينه او ايا كان الشباب اللي حوالينا او الشباب اللي في مربعنا بيتم التنكيل بيهم. وحالات القبض العشوائيه دي احنا بنتكلم عليها بقالنا سنتين يا استاذ وائل. على فكره انا ما باخدش فرصه اكمل بس هي غيره واحده يا استاذ ايهاب. لا اكمل كلام ده. انت اولا سيادتك بتتكلم. اسمح لي. والاسباب ضعيفه ليه؟ الاسباب ضعيفه علشان اسمح لي يا فندم. الاسباب تخص الاحزاب واسباب تخص. طب اسمح لي. لا بس سيادتك بتكلمني عن مرشح. انا لا انا حتى الان لحظه يا فندم. انا حتى الان وانا قاعد معاك ما اعرفش مرشح الانتخابات الرئاسيه حتى الان. ما انا بقول لحضرتك في اسمعني بقى للاخر. انما ده مرشح محتمل. تمام. اذا تحدثت عن شروط الترشيح يبقى سيادتك اخبار الهيئه العليا للانتخابات. اسمعني بقى يا فندم. مش في مثلا بنود ضمانات مثلا اقامه ندوات في رقابه قضائيه في انت ما شفتش انك ما قريتش. انا مطلع القانون يا فندم. احنا بنتكلم واحد مطلع القانون. ما انا بسال حضرتك مشارك في القانون وطلع احنا قدامنا 6 شهور على انتخابات رئاسيه. مش عاوز الحديث يبقى سجال. تسمعني حاليا بص بيساعد على اجراء انتخابات رئاسيه. الناس ما عندهاش سيادتك يعني عاوز تتكلم. لما تيجي تتكلم خلص على خالص. طيب خلص خالص. ما هو انت المفروض بتقاطعني اهو. انا بقول لك خلص خالص. هطلع فاصل يا جماعه ونكمل بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. بعد قليل هناخد بعض اتصالات المشاهدين. بس ناخد تعليقات في الاستوديو على القضية اللي ناقشناها. الأحزاب هل السبب بوضوح شديد في ضعف الأحزاب هي الأحزاب نفسها ولا السلطة عموما طيلة السنوات الماضية مهمتها الأساسية هي إجهاض الأحزاب والقوى السياسية؟ قبل بس ما أخد عند الأستاذ ناصر الجندي من جامعة الزقازيق طلب التعليق. استاذ ناصر اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير اتفضل. بحييك وبحييك على وطنيتك وبمشي على ضيوفك الكرام. بيحيوك جميعا. لكن انا في حته تعليق كده بس عاوز اعلقها بالنسبه للاحزاب. الحزب هو اللي بيفرض نفسه بادائه في الشارع وهو اللي بيجذب الناس بادائه. دي حاجه. وانا شايف ان في بعض الاحزاب بدات زي حزب مستقبل وطن وفيها حزب المصريين الاحرار وفي زمن الفضل قال. فعلا بدأوا يفرضوا وضعهم في بين الاحزاب الموجوده في مجلس النواب. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاخ بيقول ان شباب المصريين الاحرار ومش عارف ايه بيطلعوا بيتقبض عليهم ومش بيتقبض على. لا الشباب ده انا بقعد بص في النادي في شفنا الشرقيه بيقعد يس من الجيش والشرطه. ازاي يبقى في شباب منتمي الحزب يس من الجيش والشرطه؟ مش الجيش والشرطه المصريه. وبعدين قبضوا على فلان او اعلام مش عارف ما فيش يعني ذكر اسماء. لا قبض عليهم انهم بيشتموا الجيش والشرطه. دي حقيقه. وان كان انا كنت بقعد بشوف بيجي لهم تمويلات لو مؤاخذه فلوس وهم بيجي لهم بعربيه من مصر واحد افندي كده برضه كده يعني برضه بدعني كده واخد بساعتك كان يجيب لهم ظروف فيها فلوس وشباب وقعد واكل وشرب وحاجات. اللي بيحب مصر يا وائل بيه اللي بيحب مصر يا وائل بيه لو مؤاخذه معلش الجيش والشرطه دول فوق كل يعني معلش يعني فوق اي حد. عيب ان الشباب ده اللي طيب. هو الاستاذ بيتكلم بيقول لك اسلام ومش اسلام. لا عيب. احنا مصر هي الجيش والشرطه ومحدش الوقت يعني هو عايز يعني يقول ان بيبقى في تجاوزات من بعض الشباب بتدخله في مآزق قانونيه. حالات فرديه يعني حالات فرديه يا استاذ وائل يعني طيب. لا يؤخذ عليها يا استاذ ايهاب. وخليني في لب القضيه. ما في لب القضيه هنا لا يسمح بجذور القضيه. ماشي دعك هنا الكلام هنا ان القمع السياسي هو سبب العقم السياسي اللي احنا بنعيشه. هل ده صح؟ لو في قمع سياسي موجود كان الاستاذ شريف طلع وقال الكلام اللي بيقوله ده عندك او في اي مكان. في ايه ده؟ واحد. اتنين في مشكله في النخبه. لازلت مصر على هذا الشيء. والاحزاب المفروض انها جزء في منها جزء في النخبه مكونات النخبه. دي مشكله واسبابها تاريخيه.
في مشكله تانية ان احنا بناخد الكلام على اطلاقه. على سبيل المثال الاستاذ شريف يقول ايه مرشحين محرومين وعاوزين ضمانات. طب يا سيدي هديك ضمانات مش انا اللي بديها لك او السلطه اللي بتديها لك، اللي بيديها لك الدستور. الدستور ادى ضمانات وادى شروط، 50 ماده في الدستور بيتكلموا على الحريات، ما حصلش في تاريخ مصر تطبيقها، ما حصلش هكمل. طيب حاضر، ما حصلش في تاريخ مصر. ما تجيش انت بقى كل الاشخاص الموجودين دلوقتي الذين يتحدثون عن انتخابات رئاسه الجمهوريه ما هم الا مرشحين محتملين، لان قد تتوافر فيهم الشروط ولا تتوافر فيهم الشروط. فبالله عليك تيجي تقول لي انت بتضطهدني كمرشح وانت لازلت مرشح محتمل، ما قدمتش اوراق اعتمادك او شروط ترشيحك من عدمه، وتيجي تقول لي انت بتضطهدني؟ لا، نخش الجزئيه اللي في الجوهر بقى متعلقه بعدد كتير جدا لن تتحقق، وفي ناس هتقول وهي عارفه من الاول ان هي مش هتكمل ولا هتحقق شروط الشروط المطلوبه، تمام، ولو ان تحقيق الشروط المطلوبه هي دلاله على العمليه الديمقراطيه. الحاجه الاخيره اللي عاوز اقولها لك، اللي بيتكلمني على سبيل المثال تحدثنا عن الديمقراطيه والبنيه التحتيه للديمقراطيه. طب احنا رحنا لصناديق الانتخاب 4 مرات في 3 سنين كلها انتخابات نزيهه، ده مكسب لم يكن موجود في تاريخ مصر. لما انت تيجي تقول لي انتخابات نزيهه تمت 4 مرات استحقاقات 4 مرات، انتخابات برلمان، انتخابات رئاسيه، انتخابات خاصه، استفتاء على الدستور وغيره، تمام، بنزاهه وشفافيه وما حدش بيطعن فيها خالص، ما حدش بيتكلم عليها، وتيجي تقول لي 12 حزب سياسي ممثلين في البرلمان وفقا لقواعد الديمقراطية التي أتت بيهم، وده كله هل ده تحقق في الماضي في تاريخ مصر؟ طيب. هذا الأمر لم يتحقق في تاريخ مصر في الماضي، ولكن يحسب الآن في ظل إيه؟ في ظل أوضاع دولة تحارب من الداخل ومن الخارج، وقد تحارب من الداخل عن جهل أحيانا، وفي ظل أوضاع اجريت هذه الامور والانتخابات وبدايه وضع بنيه اساسيه طيب للديمقراطيه ومؤسسات الدوله غير موجوده. انا هاجي لك بعد يعني، بس انا عايز بس اقول لك اولا انا ما بقاش رسمي، بس انا عايز استاذ شريف هو بيقول تعليقه يجاوب برضو على سؤال. انت رجل معارض وليك اراء على فكره ربما تكون مختلفه مع النظام، صح؟ تمام، يا ريت تجاوبني بس كده، تقول لي كم مره قبض عليك بسبب ارائك وكم مره استدعيت من بعض الاجهزه الامنيه. لو ده حصل معاك انا ما اعتقدش ان الشباب اللي انت ذكرتهم على فكره اشد شراسه منك في معارضه النظام، يعني متهيالي انا ما سمعتش ان انت قبض عليك. لا اتقبض عليا. اتقبض عليك في تيران وصنافير لما نزلت في تيران وصنافير قضيه تيران وصنافير لما نزلت في تظاهر بدون لا مش تظاهر بدون احنا لما جينا خدنا يعني اذن رفض نزلت مش بس بره نزلت موضوع صلاح بيه عشان هو ما فيش وقت اللي احنا يعني هو نستفيد بكده. لا اصل انا بقول لك انا عايز اجابات، انا عايز اجابات على الحاجات بتاع انا عايز اجابات بس. اصل انت انا بقول لك انا بسبب ارائك احنا عندنا موضوع احنا بنتكلم فيه يعني هو عاوز يقول لك شمال هم اتقبض عليهم وانت لا، هو عاوز يقول لك ايه محدش عارف احنا دول اتقبض عليهم وانت لا، يعني ده موضوع يعني الله اعلم بيه اللي هو ايه هقول ليه اللي الله اعلم بيه هقول لك بس اللي هو بيقول لك محدش عارف ممكن يتقبض عليا ولا لا يعني لا انا بكلمك انت يعني في اللي فات انا عايز بس اقول لحضرتك اللي احنا لغايه دلوقتي يا استاذ ايهاب لسه ما تمش فتح باب الترشح بشكل رسمي عشان يتقدم المرشحين بشكل يبقى ما حدش اضطهد مرشح يا استاذ ايهاب انا ما قطعتش حضرتك يبقى ما فيش مرشح عشان يضطهد هات لي انتخابات رئاسيه تقام في دوله ديمقراطيه في ظل قانون طوارئ تعالى تعالى ظروف البلد ظروف البلد هجاوبك على السؤال ده بسيط ثانيه واحده ما تقطعنيش ده ابسط سؤال انا هجاوب حضرتك بس انا فرنسا خلينا نجاوب ثانيه واحده فرنسا على فكره فيها قانون طوارئ يا ساتر ثانيه واحده انا برد على حضرتك بتقول لي المرشحين والكلام ده كله المرشحين وبخصوص موضوع الضمانات احنا لما كنا بنتكلم على ضمانات دي ضمانات مشروعه جدا على المرشحين لما ينزلوا يترشحوا لانتخابات الرئاسه يكون في مساحه ويكون في مناخ سياسي ملائم لخوض العمليه وهم فين؟ هم فين؟ فين الشروط اللي حضرتك بتقول عليها؟ فين الشروط؟ ما الشروط موجوده في الدستور وفي القانون يا جماعه. امال اللجنه العليا للانتخابات بتعمل ايه؟ مش الشروط دي موجوده. احنا فتح باب الترشح شهر 3 يا استاذ وائل تقريبا شهر مارس. زي ما يكون وقت ما يكون. لكن ده مش طبيعي قبل الانتخابات بسبع ثمان شهور سنه على الاقل بيبقى فيه معروف انه هذا الحزب سيتقدم بفلان برضه نرجع لفلان ده يعمل ما هو علشان هذا الحزب يرشح فلان الفلاني الحزب دوت ما عندوش ضمانات علشان يرشح فلان الفلاني. ليه ما عندوش ضمانات؟ علشان شباب الاحزاب زي ما برضو بنقول لما بيجي يمارسوا عمل حزبي في المحافظات او في القاهره او واتيفر
بيتقبض عليهم تحت انت بقى. انت هو شريف مصمم على دي حقيقه. انا مش شريف مصمم، انا بس شريف بيتكلم عن وقائع حقيقيه. العمل السياسي تهمه، حينما تكون معارضا بتحول لتهمه يعني. بص انا لا انا عايز اقول لك بس السؤال انا بس بنرد على حكايه الاحزاب او شباب الاحزاب فين. اقول لك انا بس ان دي هو في حزب حاكم عشان يبقى حد معارض لحزب حاكم. هو في احزاب عندنا اساسا مش بنتكلم في اطار حزب او احزاب اساسا على فكره. لا لا انا هقول لك انا بس دي شماعه على فكره بيعلق عليها الكثيرين على فكره ممن يرغبوا في الاكتفاء بدور تنظيري من خلال الفضائيات في الحياه السياسيه، انما ما حدش عايز يبقى تنظيري. تنظيري بس اكمل بس. طيب ما انا اقول لك ايه يا استاذ استرادا، انا بقول لحضرتك مش معقوله تشويه المرشحين. مش معقوله مش معقوله نفسي يا استاذ شريف بس مش معقوله. انا بتكلم انت بتقطعني برضو يا استاذ استرادا. اكمل ده هو بيسالني على فكره عشان بس انا بيسالني انا بس على فكره. نفس سي دي الاضطهاد ومصادره الحياه السياسيه اللي شغاله بقى لها 5-6 سنين بتقولها نفس الاحزاب وبيقولوها نفس الاشخاص ولم تتغير. انا ما شفتش واحد من من الاشاوز دول اللي بيتكلموا عن الحياه السياسيه ومصادره ان هو ينزل ويخد انتخابات في دايرته على الاقل ويبقى صوت عالي جريء محمي بحصانه برلمانيه داخل البرلمان. انما حتى معظم من جاء منهم يصرف على حملته الانتخابيه منين؟ عن طريق قوايم. يصرف على الحمله الانتخابيه منين؟ جم عن طريق قوايم. الشباب بتوع الاحزاب يصرفوا على حملاتهم الانتخابيه في الدوائر يعني. الحزب المصري الديمقراطي نفسه جه على قوايم. استصلاح استصلاح رد عليا. كان قايمه ايه يا بيه؟ بتقول في 2012 هيقول لي انت جيتوا عن قائمه ايه؟ لا ارجوك انت قول. لا والله مش هيك دينا توهم على الميه كده ولا ايه؟ لا ما قالش الاخوان هو كان بيسال. لا الكتله المصريه كان في قائمتين. الكتله المصريه بالظبط قائمه كتله صح؟ أيوة. وفي قائمه ثانيه كانت اللي هي فيها احزاب مدنيه للاسف. طيب. راحت تختبي مش عبيه الاخوان زيفها. طيب يا استاذ فرج برضه عشان ما بعيدش عن الموضوع زي ما بقول له انت يعني هذه السلطه ما كمان انتوا كاحزاب ما فيش حد بيطلع يقول يا جماعه احنا لا احنا عندنا فشل بداخلنا في الوصول للناس، عجز في التعبير عن مشاكل الناس. ماشي هتتعلل بان السلطه تمنع وتم هتفضل تقول كده ولا كمان طب ما هو اين انت في الشارع يعني ما فيش قواعد شعبيه ما فيش حتى حبال متصله مع الناس. اقول اتفضل. اولا عايز بس اجاوب على حاجات صغيره كده ليها علاقه بموضوعنا. هل بيتقبض على الناس اللي بتنزل الشارع؟ الاجابه لا. في ناس بتنزل الشارع ما بتقبضش عليها. يعني انا اذكر بكل يعني وضوح ان في مظاهره عرمرم طلعت في ميدان عابدين في قلب القاهره تقول سعوديه لجوز الطيران وصرف فيه ما تقبضش عليه. خلاص بينما احنا كحزب انا مش هتكلم. لا 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 استنى انا بس انا مظاهره اللي خرجت من المصريين قالت سعوديه انا هوقف خلاص يا بيه. انا لا ما تقولش كلام يا فريد بن مشعوص. مظاهره طلعت في ميدان عابدين تقدر قالت سعوديه يا فندم. يا راجل ميدان التحرير الاعلامي السعوديه يا استاذ صلاح. مش عايز نعم والله جرايه يا استاذ صلاح. في يا بيه فين؟ هات لنا هات حاجه هات على اليوتيوب دلوقتي ساعه يا استاذ وائل يجيبها اما تقول له مش عايز بس اعيد. انت مش هي دي مش هو ده لوب القضيه لو سمحت. كان في انا ما بناقش هنا بقى هي سعوديه ولا مصريه. انا بناقش نقطه محدده ان في هذا الموقف اختلف المصريين. كان في احزاب قالت انها سعوديه بحترمها وبحبها وكل حاجه ما عنديش مشكله معاها وربما بعضهم يبقى ربما يكون استاذ صلاح واحد منهم معرفش من حق الاحزاب انها من حق بس انا ما بعد عن يعني يا استاذ وائل اسمعني ولا انت التظاهر جزء من ادواتك. وفي احزاب كانت شايفه انها مصريه. سؤالي طيب. هو ان في ناس نزلت في ناس نزلت طبطش عليها وفي ناس طيب. نزلت اتقبض عليها. واحد اثنين وده كلام محدد جدا وانا ارجو ان احنا نسمعه بعناية. اثنين مين اللي تردد؟ مفيش حد اعلن رسميا باب الترشح ما فتحش. لا طب بس خليني بس في الجزئيه دي ارد عليك. انت مش بتسال فين؟ انت مش بتسال فين؟ لا انا بسال. مش تظاهر الاستاذ خالد علي ام مرشح محتمل اللي حضراتكم بتكلموه؟ ارجوك يا بيه. لحظه بس صلاح انا يا فريد بيه بس فريد بيه بس لحظه اسمعوا دقيقه وهجي لك. تظاهر المرشح خالد علي امام محكمه مجلس الدوله ولم يحاكم بسبب تظاهره وتعبيره عن رايه ولكن حوكمة وأدينا بسبب حركة بذيئة عقبته عليها المحكمة. طب سيادتك خلص؟ هو ده النموذج اللي بتقدموه للناس يا فندم. سيادتك تخلص قول لي بس. اتفضل يا فندم انا خلصت. طيب سيادتك بس عشان نودي الناس نماذج حقيقية. بصراحة سيادتك اما تخلص قول لي. يا فندم انا خلصت. خلاص خلص. اتفضل انا قلت لك بس المعلومة يعني اللي انتم بتدافعوا. بعد إذن سيادتك لم يفتح باب الترشح حتى الآن. كل ما هنالك أن هناك أسماء قد تردد أنها تعتزم الترشح. صح كده؟ لا. مظبوط. الأسماء دي فيهم واحد
اتطرد من البرلمان، واحد خد 6 سنين، واحد نزيل في فندق 5 نجوم، وواحد عنده قضيه. طب الاحزاب ما خليني بس يا استاذ، المقاطعه على فكره موتره ومش هتنفع المشاهدين، الناس اللي انا بس حاسس طلعت نكته. ما انا هقول لسيادتك، ما انا مسألة طلعت نكته. طب فين الاحزاب نفسها؟ انا هقول لسيادتك طلعت نكته يعني. انا فهمت لي الحزب المصري ديمقراطي، انا هقول لسيادتك والله انا مريح سيادتك. طلعت نكته انتشرت على السوشيال ميديا بتاع راجل داخل على كمين بيقول للركاب لو حد مرشح في انتخابات الرئاسه هينزل هنا قبل الكمين. يعني الى هذا الحد مزاج الشعب المصري لاقط الموضوع والله. انه هل في، بقول لك على فكره، واحنا من بلد تانية، انا مصري على فكره وعايش في البلد دي وبشوف السوشيال ميديا وبشوف الراي العام بيفكر في الموضوع ازاي الى هذا الحد. السوشيال ميديا اتنين ده بتشوف الشارع بقى جنب السوشيال ميديا بقى شو احيانا ثلاثة بقى يا استاذ. طيب بس انا عايز بس طب ما انا اخد رد عليه على النقطه دي. الراجل طيب قال كلمه خطيره عايز اتفاعل معاه لانه قال كلمه مهمه جدا. ايه اهم حاجه احنا عايزينها دلوقتي في مصر؟ بناء الدوله والاستقرار، صح كده؟ انا رايي كده يعني، الا اذا كان في حاجه ثانيه. لا هو أهم. هو قال كده والجميع يتفق على كده. بناء الدوله والاستقرار يساوي هذا الحجم من الفراغ اللي موجود في اطفيح، اللي يساوي النهارده. النهارده واحنا قاعدين بنتكلم عشان دي حاجات تدمي القلب بقى حقيقه يعني. لما نبقى قاعدين النهارده اطفيح دي حصل فيها هذا الحادث الطائفي المزعج، ليه المصريين وصلوا كده؟ لازم نسأل نفسنا السؤال ده، لان في فراغ، لان مفيش نخبه مقاطعه. لان تعتقد ده اللي انا قلت لك من الاول، تعتقد انه متعلق بالنخبه فقط استطاعت انها توصل رسائل للمجتمع. اطفيح دي ما فيهاش جمعيات اهليه مدنيه، اطفيح دي ما فيهاش ناس في نقابات عماليه، اطفيح دي ما فيهاش احزاب سياسيه نشيطه بتشتغل في الشارع فعلا. لان الشارع استاذ خالد علي ساعتها اتكلمت عنه، ما هو قال لك ما فيش احزاب. هاخد بس دكتور صلاح وبعد انا بس عايز اتفضل على بعض المعلومات اللي قالها استاذ فريد. استاذ فريد اتكلمت على المرشحين ياسين، واحد طرد على فكره، ما فيش حاجه اسمها طرد في اللائحه، في حاجه اسقط عضويته بناء على مخالفه ثبتت بعد التحقيق. كلنا عارفين طبعا ده مخالفه، وقبل على اي حاجه ثانيه، قبل ما حد يعرف ان هو يترشح ولا ما يترشحش. يا استاذ صلاح لا يا فندم، لو حضرتك لا لو انت بقى عارف دي بقى ليك كلام. بص يا فريد بيه، لو انت انا هقول لك انا حاجه، مهما نقدم لك من ادله انت جاي مصدق حاجه مع نفسك تفضل مصدقها لمده 100 سنه، فخليك. انا ما بقولش ليك، انا بقول للمشاهد اللي سامعنا، من اسقط عضويته مش طرد من برلمان وفقا للائحه بعد مخالفه ثبتت بالتحقيق وتم تصويت عليها داخل جلسه البرلمان. الحاجه الثانيه، حضرتك بتتكلم برضو عن مرشح ثاني اسقطنا على الفريق شفيق. الفريق شفيق جاء الى من مصر الى الرماد، روجت اشاعات انه مقيد الحريه. الراجل اجتمع في الفندق مع قيادات حزبه والميديا بقى مش السوشيال ميديا، الاعلام نشر هذا الاجتماع والنتائج، واجرى معنا مداخله مثلا وقال ما فيش، انا قاعد برغبتي وقاعد مطلق الحريه وما فيش اي حاجه. حضرتك مش مصدق برضو دي بتاعتك، انا بقول للناس عشان تسمع عشان ما تضللش بمثل هذا الكلام. الحاجه الثالثه، حضرتك قلت الناس هتفوا في ميدان عابدين سعوديه. سعوديه الناس كان الاحتفال في 30 يونيو بمناسبه ذكرى 30 يونيو في مؤتمر شعبي مصرح به من الاجهزه الامنيه بعد اتباع كافه الاجراءات اللي بنص عليها قانون التظاهر او اي تجمع، انهم خدوا تصريح يعني خدوا تصريح بالزارة. واجتمعوا وعالوا وكانوا بيهتفوا ب 30/6 وبيهتفوا الرئيس عبد الفتاح السيسي. اي تجاوز قانوني في هذا الاجراء. انما ما ينفعش تيجي تقول لي اصل الناس هنا ما اتقبضش عليهم والناس هنا اتقبض عليهم. هو اللي ينزل يشتم زي ما قال الاخ ناصر اللي انتصد، اللي ينزل يشتم الجيش والشرطه، هو النضال دلوقتي ان انا اناضل على الجيش والشرطه اللي بتحمي البلد، هو النضال دلوقتي يا وائل بيه بس معلش، النضال دلوقتي ان انا اقول اي دوله تخاض يجرى فيها انتخابات رئاسه بقانون طوارئ. ده اللي يقول كده يجيب لي بقى كام اسم اتقبض عليهم تحت طائله قانون الطوارئ. اللي يقول كده يقول لي ايه الوضع في سيناء، وهو عامل ايه بسرعه قبل ما اخد استاذ ايهاب قدامك دقيقه بس. احنا ما بندافعش عن الشباب اللي اتهمت او اللي بتسب او تسيء للجيش وللشرطه، احنا بنتكلم على قواضي شباب اتعمل لها انضمام لجماعه محظوره وهم كانوا بينتموا لتمرد واشتغلوا عمل حزبي واشتغلوا مع تمرد، يعني تنتفي عنيهم تهمه اللي هم بيتخبوا يا فندم. بتعمل لهم ما تعملكش انت ليه؟ لا انا ما تعملكش انت ليه؟ طيب واحده بس، ثانيه واحده بس. ماشي. جو تشويه المرشحين وغلق المناخ العام وتشويه كل صوت يطلع يتكلم، ده بيودينا لسكه مربع العنف والتطرف اللي بيحصل في اطفيح وفي مناطق كتير جدا. لما تيجي تقفل المناخ العام وتيجي تقفل لا 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 يا استاذ وائل، ما هو يا استاذ فريد ما ينفعش انت تقول بالظبط فتنه طائفيه. يعني انت شايف ان ما حدث في اطفيح
مرتبط بمناخ وغيره أم مرتبط بتغذية تمت خلال 80 سنة من أفكار متطرفة فيها حالة من حالات الحروب وإن إحنا كنخبة لما قمناش بدورنا الحقيقي في المسألة دي عشان بس كلمته صح دي طيب كلمته يا أستاذ إيهاب هذا التعصب والتشدد ينمو ويترعرع ويتوغل في ظل حاجتين واحد الفراغ المجال العام اثنين وده الأخطر أن السلطات تحاول توصل لتوافقات مع هؤلاء المتشددين نفسهم طيب. في غير برضو بقى ما فيش بقى الكلام ده دلوقتي ببعد عن الموضوع ما ده مش عايز اسوق قبل ما اتفاصل طيب اللي حدث في قطفيح ان الشرطه راحت بدل ما تحمي الكنيسه وتحط الناس راحت تدخل مفاوضات مع المتشددين عشان اطلع بس يا استاذ فريد ولا زلت بقولها عشان كل مواطن من وجهه نظري المتواضعه في فرق بين التطرف وفي فرق بين الارهاب واعتقد ان مشكله التطرف والارهاب جزء منها طيب. بيتحملها النخبه وتتحملها الاحزاب طيب. السياسيه بسرعه شريف عشان لازم اطلع فاصل انا شايف ان الموضوع بسيط جدا الكوره زي ما كان استاذ فريد بيقول الكوره في ملعب النظام لو النظام عايز يكون طب وليه مش ملعب الاحزاب علشان الاحزاب ما عندهاش ادوات وما عندهاش اليات تنزل تشتغل في الشارع ملعب مين يا دكتور صلاح ملعب الاحزاب بتعمل ايه الاحزاب لما بتيجي تنزل وتشتغل يا استاذ وائل هنرجع تاني نقول للشباب احنا ما كملتش 2011 احزاب لما تعدي القانون الاحزاب واتلغت النص طيب. مليون جنيه اللي كانت بتقدم للاحزاب في احزاب قالت لك احنا كده الحكومه والدوله بتقضي علينا عشان منعت النص طيب. مليون جنيه شريف عشان اخدت منك الكلمه يلا قبل ما اطلع فصل والله يعني اخر حاجه يعني محمد عبد العزيز اخ فاضل ونعرفه جميعا في لجنه العفو الرئاسيه احنا معانا اسماء موجوده اخلاء سبيلهم ولسه لغايه دلوقتي متحفظين عليهم زي دوما طيب. او زي شباب كتير يا ريت مناشده للجنه العفو الرئاسيه تشوف اسماء الشباب دي ايه وتبحث موقفهم ايه وتشوف هم خدوا اخلاء سبيل في قائمه جديده في كاس نشوف يعني المفروض ده دور اللجنه شباب كتير موجوده جوه الاحزاب يا استاذ فاصل وبعدها هنكمل معاك مشاهدينا نحييكم من جديد في الجزء الاخير من المناقشه هنبقى نتلقى فيه بعض اتصالات المشاهدين على التليفونات اللي موجوده على الشاشه استاذ فريد زهران بسرعه كده الخص بقى القضيه في التعليقات الاخيره والقضيه بوضوح شديد هي في عندي احزاب دائما تتهم السلطه بانها هي السبب في اجهاض الحياه السياسيه لكن هتلاقي في السلطه مع قطاع كبير من المجتمع يتهم الاحزاب بانها تحمل ايقونات الفشل بداخلها الاحزاب بصفه عامه في مصر ضعيفه لاسباب تاريخيه بمعنى ان تم مصادره الحياه السياسيه لفتره طويله ومن ثم لما اعيد بناء الاحزاب او اعيد ولاده الاحزاب يعني مره اخرى بعد 25 يناير كان ده ظاهره جديده وبالتالي كانت الاحزاب بدأ ضعيفه جدا. طب انت حزب ما تقولش ليه اي حزب هدف الوصول للسلطه ما تقولش ليه لما لابد ان نقدم يا جماعه مرشحا للانتخابات حتى لو هيفشل. طيب تاني احنا بدانا بعد 25 يناير الظاهرة الحزبية كانت محتاجة وقت لكي تنضج محتاجة وقت لكي تجذر وجودها في الواقع محتاجة وقت عشان تبلور أفكارها وبرامجها وبدائلها إلى آخره العملية دي في ظل كل الارتباك اللي أعقب 25 يناير ووجود الإخوان في السلطة ومقاومتهم وإسقاطهم وكل اللي حصل ده أدى إلى يعني تعثر إلى حد ما في عملية تجذير الأحزاب من ناحية ومن ناحية تانية بدأ يبقى فيه تضييق في المجال العام الظاهرة الخطيرة مش مجرد التضييق في المجال السياسي الظاهرة الخطيرة تضييق المجال العام كله احنا قوانين النقابات العمالية دلوقتي وضعنا في القائمة السوداء على المستوى الدولي ومنظمة العمل الدولية احنا أجلنا انتخابات المحليات سنتين احنا قانون الجمعيات الأهلية أصبح سائد السمعة في العالم كله احنا باختصار بنضيق المجال العام وبالتالي بندي فرصة قليلة للعمل وبالتالي ليس صدفه ان الارهاب معلش دي يا كمان ان الارهاب مثلا والتطرف بيزيد ليه لان احنا مش موجودين في المجال العام عشان نقاوم الارهاب والتطرف يعني هذه معركه انا بقول لم تبدا بعد الراجل الطيب اللي عمل مداخله وقال الجيش والشرطه مصر ليست الجيش والشرطه طب فقط تاني بقى هل تعتقد ان الارهاب والتطرف هيزيد انا بقول له علاقه بال ايوه امام جماعات يعني لها ايديولوجيه يا جماعه انا بقول جانب مموله من الخارج الجانب الاخر ان الاحزاب علشان توصل للمكانه اللائقه طيب. بيها لابد انه يفتح المجال العام طيب استاذ ايهاب بسرعه عايز بس اه
استاذ فريد بص انا بس انا عايز اكتب روشته كده لاي حزب على فكره وانا من احزاب دي. غلق المناخ العام، مصادره الحياه السياسيه، كل المصطلحات المعلبه دي اللي بتتناقل عبر عهود سياسيه دي بتقتل اي حزب. مفيش حزب هيقدر يبقى متواجد في الشارع في ظل ايمانه العميق بالمصطلحات المعلبه دي وبيقعد يرددها على فكره احيانا حتى من غير ما يحاول يتجاوزها لو هي موجوده. الحقيقه انت شايف انه بيبرر فشله بهذه الطرق؟ طبعا انا 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 بقول لك والضمانات والمقاطعه والانسحاب. اذا كان الحزب اي حزب في العالم على فكره بيستغل الانتخابات حتى لو مش هينجح فيها في صناعه شعبيه، في توجيه خطابه السياسي للناس، ده اي حزب في العالم. لما حزب ينسحب، حزب يقول لك انا عايز ضمانات عشان انزل العب، انا حزب يقول لك لا انا مش لاعب، حزب يقول لك كذا، يبقى ده حزب خلاص، حزب بتاع اتنين يطلعوا يتكلموا في التلفزيون اللي هو الاحزاب الفرد اللي كان بيتكلم فيها الاستاذ فريد. طيب هاخد الاستاذ، هاخد تليفون كده ومتحدث وهنشرك الناس معانا على التليفونات. استاذ اسلام خليل الشاعر، استاذ اسلام اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ اسلام. اتفضل. ازي حضرتك يا استاذ؟ اهلا بيك. ازيك؟ والاستاذ ايهاب والاستاذ صلاح، استاذ فريد، شريف بيحيوك. اتفضل. بقول لحضرتك يعني بمناسبه التضييق على المناخ، في المناخ العام، في فيديو منتشر جدا للاستاذ حمدين صباحي في منتهى التضييق، بيشتم فيه الرئيس وبيشتم فيه مصر وبيشتم فيه كل الدنيا. مصر. يعني منتهى التضييق حصل بصراحه. اولا الاستاذ شريف العشر حلقات اللي حضرتك استضافته فيهم الكتير قوي، انت بتعدهم ولا انت؟ هو بيجي البرنامج يستغله في في في, في الكلام على بعض السجناء. مفيش حد يعني هو منبر والمتحدث يعني كل متحدث يريد ان يستغل البرنامج للتعبير عن وجهه نظره يا اسلام، انما مش وجهه نظره هو شخصيا، انما هو مش للدفاع عن بعض الناس اللي محبوسه على في قضايا هم نفسهم اللي معترفين بيها. يعني واحد قال لك ايوه انا حرقت المجمع العلمي، ايوه ما فيش حاجه اسمها ثوره المية اللي هو ذكر اسمه دلوقتي وقال لك وتشوف واحمد دومه والشباب المحبوس. انا بتكلم على اللي هو النقد بتاعه اتقبل يا استاذ اسلام، وعايز يطلع مجموعه معينه من المحبوسين اللي هو عارفهم اللي كانوا سبب في حاجات كتير. لا هو عايز يقول ان الناس بتخاف تشتغل في السياسه بسبب كده. يعني فين؟ ما انا انا راجل شاعر وبشتغل اهو في السياسه وبقول اشعار وبقول حاجات تودي في داهيه، ما حدش يعني كلمني ولا حبسني. الناس اللي بتنزل تشتم في الفيسبوك، شوف الفيسبوك وشوف كم الحاجات اللي بتعمل. عايز بتكتب في ايه يا استاذ اسلام؟ اسلام هو اللي بيكتب اغاني شعبان عبد الرحيم كلها. اهلا وسهلا. واشعار بهاجم فيها حاجات كتير وغلطات كده. لا شعر مفيد جدا بصراحه يا استاذ اسلام. نعم؟ لا اتفضل. يعني حضرتك بس بتيجي تستغل البرنامج للدفاع عن موضوع، في موضوع معين انت جاي عشانه اللي هو ايه؟ الناس المحبوسه في قضايا ارهابيه. انت شايف ان الشعر اللي حضرتك بتكتبه يعني بيليق بالمناخ العام وبالذوق العام المصري؟ يعني المناخ العام ايه؟ يليق بالمناخ العام. هو لما اقول بكره اسرائيل انت قلت بكره اسرائيل؟ انا نزلت حرقت علم اسرائيل قدام النقابه الصحفيين يا فندم، واتقبض على اربعه من عندنا اللي انا ذكرت اساميهم دلوقتي عشان حرقوا علم اسرائيل. يعني انت حرقت وهم اتقبض عليهم؟ يعني ده ايه؟ يعني بس نسمع بس انت حرقت وهو اتقبض على غيرك؟ تخيل. لا يا راجل والله. مره قال لك انت ما تحبسش. ما تطبطش عليك انت ليه بقى؟ يعني الاستاذ صلاح سالك اكتر من مره قال لك وانت ما تحبستش ليه؟ اما هو ده مش موضوعنا دلوقتي. انت حضرتك داخل تعمل لا ده مرتبط جدا. داخل تقول وجهه نظرك يا استاذ اسلام يعني. لا انا مش داخل اقول وجهه نظر، انا بقول وجهه نظر الناس العاديه اللي في الشارع. انا بقى اللي في الشارع. انت راجل تبع ائتلاف، تبع حزب، انما انا راجل انا اللي في الشارع، في الشارع وبسمع الشارع وبكتب كلام الناس اللي في الشارع وهمهم بجد. بشكرك في حزب استاذ ابراهيم. اتفضل بسرعه. استاذ ابراهيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. اهلا بيك. وبمسح على يوبك الاول. بيحيوك. اتفضل. تمام تمام. ولو سمحتي اديني الفرصه بتاعتي الكامله. طب انطلق. ماشي ماشي. انا كمواطن مصري، انا كمواطن مصري مش حاسس باي حزب سياسي. ولا انا والله. ناحيتي انا كمواطن مصري مش لامس المعرفه السياسيه. تمام. مش شايف الاحزاب خالص يعني. ولا بشكرك استاذ بسرعه.
طيب هاخد تعليق كده فين بقى تعليق فين ولا فين التعليق معاك دكتور صلاح اللي خد تعليق انت تختلف معايا حد من اللي قاعدين على الترابيزه يختلف معايا انا الناخب الان في مصر لا يستطيع ان يذهب وفقا لايديولوجيات محدده فيقوم بانتخاب حزب ما على اساس الايديولوجي له اعتقد ان ما وصلناش للمرحله دي وده معناه ان في قصور في البنيه التحتيه للعمليه الديمقراطيه هل يختلف احد معي ان هناك 102 حزب بمعنى هل هناك 102 برنامج حقيقي فيهم اتفاق او اختلاف اعتقد ان القصه معظمها انشائيه طيب. ثانية واحدة انا جاي بس لسيادتك اثنين الذي يتحدث عن تضييق المناخ العام والذي يتحدث عن قدرة الاحزاب على تقديم مرشحين للرئاسة اعتقد ان الفرصة متاحة للاحزاب ان تقدم ما تشاء وفق القواعد الدستورية والقانونية في هذا الشأن والدليل على ذلك ان كافة الموجودين اعتقد لهم ممثلين ان لم يكن هم ممثلين لاحزابهم في البرلمان محاولة التصويت وبالتالي لحظة بس اكمل كلام محاولة التصويت لا ده طبعا ده كلام مش مظبوط ليه لان في جزء منه محاولة لاكتساب نوع من انواع الايه العطف لدى الناس بس الحقيقة هتبان امتى عندما نذهب ليه بداية العملية الانتخابية ونرى من سيستطيع ان يحصل على الشروط الذي نص عليها الدستور بالنسبة لانتخابات الرئاسة. اما بخصوص الاحزاب السياسية استطاعت ان تصل في البرلمان. لماذا لم نتحدث عن تضييق في حالة وصول الاحزاب للبرلمان ونتحدث عن تضييق الان؟ مع العلم ان هذا الامر يصب في صالح الاحزاب، واذا كان هناك تضييق او محاوله لخنق وغلق الاحزاب، لماذا حتى الان هم 102 حزب موجودين؟ ما قالوش ما بقولوش 10 ما بقوش 12 بس 102 حزب من التضييق انا ما بتكلم خلاص انت جاوبت انت جاوبت خلاص انت خلصت الحلقه ما انت خلصتها قلت ما لا وجود له انت خلصتها طيب. الجزء الاخر بس لا في حاجات تانية لحظه الأستاذ فريد زهران قال كلام مهم جدا أنا أتفق معه قال إن الظاهرة الحزبية بعد يناير كانت تحتاج لمزيد من الوقت المناخ الديمقراطي المناخ ما وقت تمام أنا بتفق معاك في ده أنا مع سيادتك في اللي أنت قلته ده وبالتالي يبقى حضرتك لو رجعنا لبداية الحلقة أنا قلت إن البنية التحتية فعلا بناء المؤسسات الدولة ثم مزيد من الوقت لاكتمال العمل وحتى أوروبا والأمثلة اللي سيادتك ضربتها سواء في اوروبا او طيب. في امريكا كانت بوقت اما بخصوص قانون النقابات طيب حضرتك ذكرته انا حابب اقول لسيادتك ان قانون الانتخابات احنا عملناه يعني وقضيه الارهاب والتطرف قضيه اخرى نتحمل نحن جزء منها ولكن علينا ان نعترف ان القوات المسلحه والشرطه تدفع فاتوره الارهاب ونحن مقصرين في فكره الايه التطرف ومحاربه التطرف اولا احنا ما تطرقناش لا من قريب ومن بعيد وبنسمي دور الجيش والشرطه وبنكمل لهم كل الاحترام والتقدير يا استاذ ايهاب ما قاطعتش حضرتك الكلام تلخيصه الكلام ملخصه ان من وجهه نظرنا المتواضعه اللي فيه غلق للمناخ العام في ممارسات بقمع ضد الشباب اللي بتنزل تمارس بقول لك دي عناوين هو كاتبها عنده هي بسمعها عندنا لا عندنا لما بنشوف اللي فيه مرشح بعين وايا كان هو مين بيعقد النيه او بيقول اللي هو مرشح محتمل بيتم تشويهه من قبل الاعلام والاساءه ليه المرشح اللي بيكون مش كنت انت نفسك من المطالبين بترشح عصام حجي انا لا خالص هم عاملين مبادره رئاسيه بيقودها عصام حجي بس دكتور عصام حجي ما اعلنش ده من قريب ولا من بدري تمام هو ما ينفعش مبادره رئاسيه تمام كويس قوي حد لحقك بسبب اللي انت قلته تاني برضه ما حدش لاحقني يعني يا استاذ يا استاذ يا فندم ما هو انت بتجاوب على نفسك ما احنا بنتكلم على نماذج موجوده انا لما باجي اكلم حضرتك على شباب على نفسك انا بتكلم يقبضوا على كل الناس سؤال لا سؤال يعني سؤال بس لازم فريق شفيق ده فريق شفيق فريق احمد شفيق احنا بنتكلم على هو انا ثانيه واحده طب جاوبني بس في دي فريق احمد شفيق مش مرشح محتمل مش في شباب في حزب الحركه الوطنيه في اربعه اتقبض عليهم لحظه بس اقول لك انا برد عليا طب في اربعه اتقبض عليهم صح ولا غلط في شباب في حزب الحركه الوطنيه وفي يعني لازم يبقى العدد اكبر من اربعه طيب اكمل بس اتفضل وفي قيادات في حزب الحركه الوطنيه راحت كده ونشر عليها ان هي قاعده بتناقش في قرار ترشحه للانتخابات الرئاسيه وبتطالبه بكده هو بيقول حتى والمحطه هل يتم هو بيقول لك انه الناس بتخاف هل يتم تشويه هل يتم تشويه كل من يرشح نفسه فتح لا بقول لك انا حاجه هو في تشويه فعلا ولا انا هقول لك اهو هو بالفعل على فكره هو في تشويه فعلا يا في محاولات تشويه متعمده للنظام السياسي المصري
فين التشويه؟ مش تشويه للمرشحين. انت شايف العكس والذي يحدث يعني. في محاولات تشويه، اذا كان رئيس الجمهوريه نفسه. في ايدينا ايه يا فندم؟ رئيس الجمهوريه نفسه ولا هو اللي بيحاول يكتب الروشتة وقعد. لحظه بس يا فريد بيه، قعد رئيس الجمهوريه وطالب الاحزاب بضرورة الاندماج عشان تشتغل ويبقى ليها تواجد اكبر في الشارع، وانا عاوز اكثر من وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، واتمنى الاعلام يتاح لهم الفرصة. لما نلاقي الكلام ده بيتقال يا استاذ صلاح ونلاقي اللي فيه قمع وفيه تنكيل بالشباب يبقى يا اخي لا لا يا اخي، بص على نتيجة الانتخابات الاخرانية، انتخابات اخيرة نزيهة كل دخلها، والاصوات البطلة اللي خدتها القوى السياسية دي كانت اقل من اي حد. تمام. الباطل كان اكتر من دي. احنا بنتكلم معناها ايه؟ ان في قصور موجود فعلا في الاحزاب والنخبه. حد شاف عشان نبتدي نصحح ده نعمل ايه؟ حد بقى سمع وشاف الاسباب دي يا استاذ صلاح؟ الاسباب كل حاجه انك تخاطب نفسك محدده. بخاطب نفسي ليه؟ بتخاطب نفسك ليه؟ انت ما بتخاطبش الناس. مين قال يا استاذ صلاح؟ انت قاعد تكلم نفسك في نفس المصطلحات ليه؟ عشان هي عشان ده واقع يا استاذ صلاح. الناس مش مصدقه. حضرتك مش شايف واحنا شايفين يا استاذ صلاح. احنا داخل خمس مدخلات على فكره. خمس او ما احنا لو في وقت احنا ممكن نعمل نخلي ناس كتير برضو تعمل مدخلات. فندم مين خمس يعني انت عندك ناس كتير يعني ايه يحدثونا وتقول رايها ده يعني فندم يا استاذ يعني احنا طالعين بنتكلم في برنامج بنحدث الحديث يا استاذ مع النفس لا يصح. احنا لما نتكلم على اجراء انتخابيه يا استاذ فريد بتكلموا نفسكم، انا قدامي ثانيه بالظبط، بتكلموا نفسكم فقط بنفس الجمل ونفس العبارات. هي نفس عمليه. عايز ارد غيبه الاستاذ حميد صباحي، مين اللي جاب سيرته؟ لانه ما حدش بيشتم مصر على فكره، ما حدش بيشتم مصر. عيب ان يتقال على اي حد فينا انه بيشتم مصر مجرد بينتقد هذه السياسه او هذا الموقف او كده. دي ده اسلوب يعني ايه، هو ده التشويه اللي بنقول عليه يا استاذ صلاح. استاذ شريف اسمعني، تربى عليه المانيا، تربى عليه بيتكلم على المتخلف. مش انك بتقول يعني البطل متفق معايا في اللي انا قلته. ناس كثيره في بلادنا ولازم نتعلقش عليه. حاجه اخيره، عايز اشكر الاستاذ وائل ابراشي على انه من البرامج القليله التي يتاح فيها حديث لاصوات معارضه. ارجو ان ربنا يكملها عليه بالسبت ويستمر باذن الله في هذا المنبر. يستمر هذا المنبر مفتوحا للجميع ان شاء الله. ان شاء الله نكون مع يا جماعه. خلونا يعني المصلحه الوطنيه تقتضي ان يبقى في حيويه في الحياه السياسيه، في منافسات حقيقيه، وفي اكثر من مرشح. ده الحقيقه ليس لمصلحه حزب ولا لمصلحة شخص، إنما لمصلحة الوطن كله. غدا إن شاء الله نكون معاكم في حلقة جديدة.